الله او بعده هيتبعت، وهنديكوا فرصة يومين بحيث ان انتوا تراجعوا والدنيا تبقى تمام. الامتحان سيمبل خالص، مش صعب مش معقد، يعني مش الغرض ان احنا نعجزكوا، الغرض ان الناس بس تبقى مركزة وتستفاد بس، يعني ده الاوبجيكتيف بتاعنا. طيب حلو قوي. زي ما قلنا دي الاجنده بتاعت دي 2. حلو، هنبدأ نتكلم اول حاجه على الليك اوف تيست. طيب حد كان قال لي في الفيدباك امبارح ان انا بشرح بسرعه شويه، فهحاول ابطئ الريتم بتاعي، اتمنى الناس ما تملش يعني، وكل شويه هتلاقوني بسأل بحيث يعني الناس ما تنامش مني. تمام، فاحنا هنتكلم اول حاجه عن الليك اوف تيست. من اسمه كده يعني ايه ليك اوف تيست؟ يعني والله تيست بعمله بحيث بيحصل ليك. طب بيحصل ليك فين؟ اكيد بيحصل في الفورميشن او في الطبقه اللي انت بتحفرها. طيب يبقى احنا دلوقتي الليك اوف تيست بنقدر من خلاله نعرف 3 حاجات. بنعرف منه ايه؟ بعرف منه الفراكشر بريشر بتاع الطبقه، وبقدر اعرف منه الماس، وهنعرف يعني ايه ماس وبنحسبه ازاي، واخر حاجه بقدر اعرف الماكسيمم مود ويت الالاوبل اللي انا اقدر احفر بيه مثلا نيكست هول، وهنعرف الحاجات دي بنحسبها ازاي، بس مش عايزك تسبق الاحداث. طيب لو جيت تبص على الشكل اللي على اليمين ده هتلاقي ادي شكل البير، ودي الدريل سترنج بتاعتك، وده البي اتش اي، وهنا يعني الدقاق. حلو، وانت عملت يعني انت حفرت الهول دي وعملت لها كيسنج وسيمنت، وبالتالي هي جاهزه مفيش اي مشكله. طيب هنبدا نحفر النيكست هول. قبل ما بحفر النيكست هول بقى بعمل الليك اوف تيست. طيب خطوات الليك اوف تيست بعمل ايه؟ والله ببدا اعمل ايزوليشن هنا في الانولس. الانولس يعني ايه الانولس؟ عشان ممكن في بعض الناس سالتني برضو على ان في بعض المصطلحات هما مش بيكونوا عارفينها. الانولس ده الفراغ الحلقي بين البير او بين الكيسنج وبين الدريل سترنج، ده اسمه الانولس. تمام، طيب يبقى انا بعمل ايزوليشن للانولس، وبالتالي ببدا اضخ ببريشر في الدريل سترنج. طب نبدا نمسك البروسيدور حاجه حاجه كده. اول حاجه بعمل ايه؟ اول حاجه انا وصلت للشكل اللي قدامي ده، لو تلاحظ هتلاقي فيه لون جراي كده تحت شويه. طب ده ايه؟ انت حفرت 10 او 15 فيت زيادة عن الهول اللي انت عملت لها كيسنج. طيب مش بتحفر، خلي بالك بقى يعني دي ملحوظة، انت لما بتيجي تحط كيسنج بيكون في ايه؟ بيكون في فلوت شو وفلوت كولر وحاجات كده، تمام، بتكون مستخدمها اثناء السيمنتنج. طيب مش عايز اتوهك، لو جينا نتنقل هنا هتلاقي ان دي عملية السيمنتنج، احنا مش هنتكلم عنها بتفاصيل اصلا، لكن اللي عايزك تكون تعرفه ان انا النقطة رقم 2 هتلاقيني بقول لك بص دريل سيمنت بلاج فلوت شو فلوت كولر. ايه بقى الكلام ده؟ لو جينا نبص تحت هتلاقي ادي الفلوت كولر وادي الفلوت شو. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ ادي السيمنت اهو، وبيبقى في حاجة اسمها بوتوم بلاج. طيب انت اول حاجة بتعمل ايه؟ انا كان عندي مض في البير، دي اول حاجة كده كده هو موجود في البير، ببدأ اعمل انجكشن لسبيسر في البير. تمام، بحط سبيسر ليه؟ عشان ما يحصلش كونتامينيشن، تلوث يعني او اختلاط بين الدريلنج فلويد والسيمنت. مش بكتفي بالسبيسر بس، بحط بوتوم بلاج تعزل برضو، بعد كده اعمل بامبنج للسيمنت، بعد كده احط التوب بلاج، بعد كده ببدا اعمل عمليه السيمنتنج. تمام، لحد ما تلاقي ان البوتوم بلاج ابتدت تريح على الفلود كولر. تمام كده، بعد كده بتلاقي ان التوب بلاج تبدا يعني تزق السيمنت فينزل ويتضخ ويطلع في الانولس زي ما انت شايف، لحد ما تلاقي ان التوب بلاج ريحت على البوتوم بلاج. طيب انت بقى كده خلصت السيمنتنج بروسيس، يعني خلاص بقى لو يعني كملنا هتلاقي ان الاسمنت ده وصل لحد التوب وخلاص، يعني انت الانولس كله سيمنت وكده زي الفل. يعني مش الانولس اللي هو يعني الفرق بين الكيسنج الاولى والكيسنج التانية. طيب هنا بقى تيجي تبص هتلاقي ايه؟ فلوت كولر فلوت شو توب بلاج بوتوم بلاج، الحاجات دي انت عايز اصلا مش موجوده عشان احفر الهول اللي بعد كده. يعني انا دلوقتي الهول اللي بعد كده اللي هو الهول اللي جاي بقى اللي انا هحفره هنا ده، تمام، انت عايز قدامه فاضي، وبالتالي الحاجات دي مش هتقدر تشيلها من البير فبتحفرها، فبتحفر السيمنت بلاج الفلوت شو الفلوت كولر. بعد كده الخطوه رقم 3 بعمل ايه؟ خلي بالك كل دي بروسيدجرز الليك اوف تيست. الحاجه اللي بعد كده ببدا اعمل سيركيوليشن. طب ليه ببدا اعمل سيركيوليشن؟ طيب يعني ايه سيركيوليشن؟ يعني ببدا اخلي ان يعني يحصل المض اللي ما ماشي في الدريل سترنج يبدا يطلع من النوزلز بتاعه الدقاق او الدريلنج بيت، ويخش في الانولس ويطلع على السيرفيس وينزل مض تاني وهكذا. يعني يبقى انا بعمل سيركيوليشن. طب حد يسالني ليه بنعمل سيركيوليشن؟ يعني نعمل سيركيوليشن عشان المض اللي بره يبقى زي المض اللي جوه، وبالتالي المض ويت واحد، يبقى يتقال عليها يونيفورم مض. طيب دي الخطوه رقم 3، حلو قوي. الخطوة رقم 4 بعمل ايه؟ ببدأ أبول الدريل سترنج، يعني برفعها شوية بحيث إن هي تكون جوه
الكيسنج يعني يمينها وشمالها كيسنج. ليه؟ عشان افويد الستاك. طيب لو انت مش عارف يعني ايه ستاك، في حاجة اتكلمنا عنها امبارح ومعمول لها بلاي ليست جميلة جدا، لو عملت سكان للكيو ار كود اللي فوق ده هتلاقي الدنيا تمام. حلو قوي. طيب احنا دلوقتي بنافويد الستاك ليه؟ لان انا لو حصل لي ستاك اثناء التيست، ما انا كده مش هقدر اكمل حفر اصلا، وبالتالي انا مش عايز يحصل لي ستاك. فانا مش عايز الدريل سترنج بتاعتي او البي اتش اي اللي هو البوتوم هول اسمبلي، اللي هو مكون من الدقاق والدريل كولر اللي هي العمدان، حاجات كده زي المواسير بس بتكون الاو دي بتاعها كبير شويه، تمام، ما تبقاش عرضه للفورميشن، لان ممكن يحصل الكونديشن بتاعت الديفرنشال ستاك اللي احنا ادينا هنت عنها امبارح، وتلاقي ان المواسير لزقت في جنب من الجناب، وبالتالي انا استقيت، وبالتالي انا ببدا ببول الدريل سترنج عشان افويد الستاك. طيب بعد كده ببدا اقفل البي او بي، حلو كده، وببدا استارت التيست. طيب بنبدا التيست ازاي؟ ببدا ابمب من ربع لنص برميل في الدقيقه لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما يحصل ليك. طيب بنستخدم انهي بامب؟ واحد بقى يقول لي احنا بنعمل بامبنج لايه؟ هقول له بنعمله لدريلنج فلويد مض. هيقول لي خلاص يبقى نستخدم المض بامب. مش صح، ما بيستخدموش المض بامب، ما بيستخدموا هندسه، بيستخدموا السيمنت بامب. تقول لي ايه ده سيمنت بامب بستخدمها عشان اعمل بامبنج لدريلنج فلويد؟ اه، وهنعرف ليه. اخر حاجه ببدا ابلوت علاقه بين البريشر، الزياده في البريشر مع كميه الطفله وكميه الدريلنج فلويد اللي انت بتعمل لها بامبنج في البير. طيب احنا اتكلمنا على السيمنتنج اوفر فيو عشان تفهم يعني ايه فلوت كولر وفلوت شو. بعد كده بقى ليه سيمنت بامب؟ السيمنت بامب ليها مميزات كتيرة قوي. مبدئيا اهمهم على الاطلاق النقطة رقم 2 و3، ان هي اكيوريت بامبد فوليوم. يعني ايه؟ يعني انا لو عايز تحقن او تعمل بامبنج لربع ونص برميل في الدقيقة هتعمل كده. المط بامب عشوائية شوية، ما بتقدرش تسيطر عليها بالدقة بتاعت السيمنت بامب، وبالتالي السيمنت بامب ادق. طب ايه كمان؟ السيمنت بامب دي بقدر اطلع من خلالها بتشارت اللي هو اللي احنا هنبص عليه، اللي هو ده اللي هو العلاقه بين البريشر والفوليوم بامبد. وبالتالي دول ميزتين اساسيتين. وبرده الحاجه الثالثه ان السيمنت بامب ليها لو ديسبليسمنت، وبالتالي يعني ممكن نقول بتبامب في وقت اسرع، او يعني هي يعني كبروسيديورز او ك يعني كاوبريشن احسن من المط بامب بكتير كمان. حلو، طيب جميل. طب ايه هي البروسيديورز؟ زي ما قلنا بنبدا نبمب من ربع النص برميل في الدقيقه، حلو قوي، لحد ما يحصل ايه؟ ركز بقى، هنا في فوليوم بامبد، تمام، يعني دريلنج فلويد ببدا احقنه. طب كل ما بحقنه كل ما البريشر اللي هو الجيج اللي انا بشاور عليه بالبوينتر ده هيبدا يزيد 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 يزيد. طب يزيد ليه؟ بيزيد لان انا قافل البير، وهنا مفيش يعني هنا مفيش حاجه تخلي المض يهرب غير في حاله واحده، ان يحصل ليك، وده اللي احنا عايزين نعمل له تيست اصلا. وبالتالي انا ببدا اعمل بامبنج لمض واشوف الزياده في البريشر لحد ما هتبدا تلاقي العلاقه ستريت لاين كده، جميله 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 جميله، لحد ما تلاقي ان في ديفيشن حصل كده. ال ال او بي دي بقى ايه؟ الليك اوف بوينت، يعني دي النقطه اللي عندها ابتدى يحصل ليك. جميل. طيب هتبدا تلاقي بقى هنا النقطه دي اللي هي الفورميشن، مش فاكر حاجة كده يعني بروباجيشن، اللي هو من بعديها بتبدأ تلاقي بقى يعني. بص خلي بالك انا عايزك تلاحظ حاجة، هتلاقي في دروب حصل، تمام، في البريشر غريب يعني ملحوظ. ده معناته ايه؟ ده معناته ان الطبقة اتكسرت بقى، يعني هنا الطبقة بتليك اما هنا الطبقة اتكسرت. طب احنا بيهمنا ايه؟ الليك اوف بوينت. يعني الموضوع ده يعني قصة تانية خالص، تمام، بيتقال عليها الميني فراك تيست، مش هنتكلم في ده، اما احنا جايين نتكلم عن الليك اوف تيست، وبالتالي اللي تهمنا ال ال او بي او الليك اوف بوينت. جميل. طيب يبقى انا ببدا لحد ما اوصل للماكسيمم بريشر اللي عنده يبدا يحصل ليك، او الطبقه تبدا تليك. جميل جدا. طيب نيجي بقى لمصطلح الماسب. بص انا من قبل ما اعرض اي صور انت هتعرف ده ايه. انا بقول لك الماكسيمم الاوبل انولر سيرفيس بريشر، يعني ايه؟ يعني ده اقصى بريشر بيقراه عداد الكيسنج او الانولس، البريشر اللي بيأثر على الانولس، تمام، في حالة ان لو البريشر ده زاد 1 PSI الطبقة تتكسر. مش فاهم؟ لو جينا نبص هنا هتلاقي ادي اهو دريل سترنج زي ما قلنا، وانا ببدأ أأثر ببي ماكس، حلو، وهنا في فراكشر بريشر اللي هو ده من الاخر اقصى بريشر الطبقة تستحمله، يعني انا لو وصلت له الطبقة تتكسر او تبدأ تليك، وبالتالي الماسب ده بيساوي ايه؟ بيساوي الفراكشر بريشر بلو الكيسنج في النقطة دي ماينس ايه؟ ماينس الهيدروستاتيك بريشر بتاع المض اباف الكيسنج شو. طب ازاي؟
زي ما احنا خدنا في الفلويد ميكانيكس، النقطة اللي تحت دي البريشر بتاعها هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن البريشر اللي فوق اللي هو العداد ده لانه بيأثر لتحت، بلس عمود الطفلة اللي قدامنا ده لانه برضو ده بيأثر لتحت. وبالتالي انا لما اجي اقول لك ان الفراكشر بريشر ده اقصى قيمة بريشر، وبالتالي البريشر على السيرفس لازم يكون ماكسيمم، وبالتالي هو ده الماسب، الماكسيمم الاوبل انر سيرفس بريشر. يبقى الماس هو بيساوي الفراكشر بريشر بلو الكيسنج شو ماينس الهيدروستاتيك بريشر بتاع المض اباف الكيسنج شو. حلو، طيب سؤال جميل، ايه اللي يحصل لو المض ويت قل؟ طيب انا عايز ممكن حد في الشات يبدأ يقول المض ويت لو قل هل قيمة الماس تزيد ولا تقل؟ يعني حد كده يا ريت يقول لي المض ويت قل، كان مثلا 10 بي بي جي او كان 12 بي بي جي بقى 10 بي بي جي، هل كده الماس بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ هشوف بقى الشات بوكس لان انا كده مش شايفه للاسف. ثواني يا شباب، يا ريت حد، جميل جدا ما شاء الله كله بيقول يقل، حلو قوي. طيب لو جينا نفكر ليه، تمام يشكر كل واحد شارك. انا دلوقتي لو بقول لك المض، خلي بالك الناس بيقولوا بيقل، هي المشكلة لا هو ما يقلش، انا كنت غلطان في حاجة. خلي بالك الفراكشر بريشر ده بيتغير؟ لا ما بيتغيرش، امال ايه اللي بيتغير؟ الهيدروستاتيك بريشر اتغير، وبالتالي ده لو زاد، خلي بالك ده لو قل، يعني تخيل معايا الفراكشر بريشر بقول لك مثلا 2000، نتخيل 2000 بي اس اي مثلا، تمام، وكده كده ده ما بيتغيرش. حلو، ثواني بس اشغل البوينتر عشان الناس ما تتوهش مني. لو قلنا ان ده 2000، حلو، والهيدروستاتيك بريشر في البداية كان مثلا 1000، وبالتالي 2000 ناقص 1000 1000 مثلا. طيب ده لو قل بقى ده ستيل 2000 وده بقى 500، يبقى 2000 ناقص 500 1500، وبالتالي العلاقة عكسية، المود ويت لما يقل ده معناه ان الهيدروستاتيك بريشر هيقل وبالتالي الماس بيزيد، وبالتالي هي علاقة عكسية. انا في البداية معلش ما خدتش بالي، الناس كانوا بيقولوا هيقل، لا هو هيزيد مش هيقل يا شباب. لو حد عنده مشكلة ممكن يقول مفهومة دي، حد يقول لي بس مفهومة، يعني عشان لو مش مفهومة اشرحها تاني. ممكن تاني، جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، طيب احنا في البداية قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا مصطلح الماسب، يعني ايه الماسب؟ ده اقصى بريشر بيأثر من على السيرفس، بحيث لو زاد 1 بي اس اي، زاد قيمة بسيطة جدا، الفورميشن تتكسر. جميل، اي طبقة في الكون بيكون ليها فراكشر بريشر ما بيتغيرش، ده اللي ربنا خلقها بيه، هي لو اتأثر عليها بريشر فلاني هتتكسر. جميل، طيب طب انا دلوقتي الرقم ده ثابت، يعني الفراكشر بريشر افترضوا اي رقم، تعالوا نفترضوا 5000، افترضوا 5000 بي اس اي، جميل جدا، والهيدروستاتيك بريشر above الكيسنج شو مثلا 3500، وبالتالي كده الماس بكام؟ 5000 ناقص 3500 عبارة عن 1500. طيب ركز معايا، احنا قلنا 1500، قلنا 3500 الهيدروستاتيك بريشر صح؟ جميل، طب قلل ده خليها 3000، وده لسه ستيل 5000، يبقى 5000 ناقص 3000 2000، يبقى ده في البداية كان 1500 ودلوقتي بقى 2000، وبالتالي المود ويت لما يقل الهيدروستاتيك بريشر ده يقل، وبالتالي الماس قيمته هتزيد. طب الفراكشر بريشر ما بيتغيرش، الفراكشر بريشر مش بيتغير، لان دي قيمه البريشر اللي انا لو يعني عملت لها ابلاينج على الفورميشن تتكسر، وبالتالي دي يعني اللي ربنا خلقها بيها، وبالتالي مش هتتغير. اتمنى تكون وضحت يا شباب، اتمنى تكون وضحت. وضحت يا شباب؟ في ناس بيقولوا في مشكله في الصوت، المشكله دي عندنا بس ولا عند كله ولا ايه؟ شباب ممكن، طب حد، تمام، واحد بيقول واضح، وضحت، واضح زي الفل الحمد لله ماشي. إيه لو في مشكلة في حاجة زي كده ممكن حد يبقى يشوف الفيديو اللي على التشانل ليك اوف تيست، يعني بشرحه بالراحة خالص، بس هي بسيطة يعني مفيهاش حاجة، اللخبطة جاية يعني. تمام، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني بس يا شباب اشيل الشريطة دي عشان هستوب شير بس وهشير تاني.
لان في على ال طيب هي مش عايزة تشيل بقى، فمش مشكلة بقى، معلش. طيب حلو قوي، نيجي بعد كده في حاجة تانية اسمها formation integrity test. ده بقى انت لازم تركز معايا شوية، انا مش عارف ال معلش يا باشمهندس صلاح، ثواني بس هحاول اشوف مشكلة الشريطة بتاعت الويندوز دي عشان بس الدنيا تبقى واضحة. هو كده تمام صح؟ طيب حلو، معلش يا شباب انا اسف. طيب نيجي بعد كده لحاجه تانية زي الليك اوف تيست بالظبط، بس بيتقال عليها اف اي تي او فورميشن انتجريتي تيست. ده بقى بيبقى هدفه ايه؟ ده مش هدفه خالص ان انا اكسر الفورميشن او اخليها تليج. طب ده انت بتعمل ايه؟ ببدا ابامبنج برضو زي ما عملنا، زي نفس البروسيدور بتاعت الليك اوف تيست بالظبط، من نص، من ربع، نص برميل، وكل الحاجات اللي قلناها في الاول بنعملها برضو. حلو، لكن ببدا ابامب لحد قيمة معينة من البريشر انا بكون يعني عامل حساب ان انا عايزها. يعني ايه؟ مش فاهم. انا دلوقتي انا عايز ازود البريشر لحد نون فاليو واوقف. طيب يعني ايه برضو؟ يعني انا دلوقتي تخيل معايا، تخيل معايا انا بحفر الهول ده مثلا ب 10 بي بي جي، تمام، وعايز احفر النيكست هول ده ب 12 بي بي جي، وبالتالي انا عايز اشوف هل لو انا استخدمت 12 بي بي جي هيحصل مشكلة في الفورميشن، يعني هتتكسر او تلايك ولا لأ. فانا بعمل ايه؟ ببدأ اشوف الفرق بين ال10 وال12 كام؟ 2. يبقى انا عايز 2 بي بي جي ازودهم. طب 2 بي بي جي دي بالبي بي جي، خلي بالك عند النقطة دي تقدر تحولها، يعني تقدر تحول قيمة بالبي اس اي لبي بي جي. يعني انا عايز 2 بي بي جي، فانا هبدأ اشوف هل البي بي جي دي لو حولتها بي اس اي هتبقى كام؟ مش فاهم حاجة، ويا ريت توضح لي بإكويشن او ترسيني. يعني انا دلوقتي البي بي جي دي، حلو، اصلا في قانون اكيد لازم كلكم تكونوا عارفينه، يعني اللي هو البريشر، يعني معلش هو مش مكتوب، اللي هو بيساوي 0.052، تمام، في الرو، في الايه، في الهايت او في الدبس. جميل، انا دلوقتي معايا رو عايز احولها لايه؟ لبي اس اي. فهعمل ايه؟ هاخد الرو دي هضربها في 0.052 واضربها في 5000، لان انا واقف عند النقطة 5000. فانت لو قلت 0.052 في 2 في 5000 هتطلع 520، ممكن تتشك، يعني تتشك معايا تطلع 520 بي اس اي. يبقى انا محتاج اعمل التيست لحد 520 واشوف هل في مشكله ولا لا. طب ما فيش مشكله، خلاص، ده معناه ان انا لو زودت المود ويت تمام كده وحفرت النكست هول مش هيحصل لي مشكله. وبالتالي ده الهدف من الاف اي تي، ان انا عايز ازود المود ويت، وبالتالي ببدأ أشوف هل لو أنا زودت المود ويت هيحصل لي مشكلة. يعني لسه ما زودتوش، بس أنا كحسابات ببدأ أشوف هل ده هيسبب لي مشكلة ولا لأ. طيب قبل ما الناس ما تسأل، مش فاهم هندسة، حتة إزاي أحول الاتنين بي بي جي دي لبي اس أي؟ دلوقتي القانون بيقول بي إيكوال 0.052 في الرو، الرو دي بالبي بي جي، والدبس بالإيه، بالفيت، ومعنى الكوما اللي فوق دي معناها فيت، عشان لو حد مش عارف. طب شرطتين أو اتنين كوما معناها إنش، يعني دي مشهورة قوي في الدريلنج انجينيرنج يعني، تمام. وبالتالي لو احنا قلنا 0.052 في 2 في الدبس ال 5000 هيطلع لك قيمة للبريشر بالبي اس اي. لو عملت الحسبة دي هتلاقي 520. وبالتالي انا اثناء التيست هبدأ اراقب هل اللاين ده ستيل ستريت ولا حصل له ديفيشن لما اوصل 520. لو ستريت يبقى معنى كده زود يا باشا 2 بي بي زود 2 بي بي جي على 10، خلي المود ويت بتاعك للنكست هول 12،
تمام، واحفر النكست هول. طب واحد يجي يسألني سؤال، احنا ليه بنزود المود ويت في النكست هول؟ ده بقى يعني حوار تاني ممكن نبقى نتكلم عنه بقى في الكيسنج سيتنج ديبس، نتكلم عنه في المود بروجرام، لكن مش هي دي مشكلتنا دلوقتي. احنا بس بنحاول نشوف انا بطلع بايه من الاف اي تي، ان انا لو عايز ازود المود ويت هقدر اعرف من التيست ده هل لو زودته يحصل مشكله ولا لا، مش بقعد اتيست لحد ما يحصل مشكله زي الليك اوف تيست. الليك اوف تيست انا ببقى عايز اعرف الفراكشر بريشر كام، اما ده مش كده خالص. طيب انا عارف ان دي ممكن تكون فيها لخبطه، فاتمنى اشوف الناس بقى بتقول ايه. تمام، حد بيقول ايه؟ معلش انت استاذ، انت طلعت اتش بي من المعادله قارنته اتش بي دي هيدروستاتيك بريشر يعني؟ ايوه انا طلعت. انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهم، ممكن تفتح له المايك؟ تفتح له المايك يا صلاح معلش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلو صح تمام. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ انا عايز احفر النكست هول ب 12 بي بي جي مثلا، تمام؟ حلو. وانا كان الانيشال مود ويت بتاعي كام؟ 10، وبالتالي انا عايز ازود 2 بي بي جي على 10 عشان يبقى 12. طب هبدا مش هزود كده بالبركه وخلاص، بعمل ايه؟ ببدا اتست هل ال2 بي بي جي دي لو انا زودتهم هيحصل لي مشكله ولا لا. فببدا اعمل ايه؟ ببدا اعمل الاف اي تي ده، يعني ايه؟ ببدا اتست الشو دي، هل لو هي لو انا وصلت يعني ال2 بي بي جي اللي انا عايز ازودهم دول بشوفهم هم دول يعادلوا كام بي اس اي، تمام؟ وبالتالي ببدا اقول 0.052 حلو في ال2 بي بي جي في ال5000 كده، انا حولت ال2 بي بي جي دي لايكويفالنت بريشر. يعني هو اصلا البريشر حولته لايكويفالنت مود ويت، الاي ام دبليو دي معناها ايكويفالنت مود ويت. وبالتالي طب انا هي دي بي بي جي انا عايز ارجعها بريشر تاني، فهضربها في 0.052 وهضربها في 5000، طلعت 520. طيب لو انا اثناء التيست وصلت ل 520 بي اس اي وما لقيتش في ديفيشن في الكيرف زي الليك اوف تيست، معنى كده ان انا عادي لو زودت 2 بي بي جي وكملت النكست هول، النقطه دي اللي تحت الكيسنج شو مش هتحصل لها ليك، وبالتالي انا كده تمام. وصلت؟ هو انا يعني نص الكلام والله بجد مش سامع، ومش عارف بقى المشكلة في ايه. طب انت وصل لك طب اللي انا قلته؟ طب حلو جدا، تمام يا هندسة، تمام. اتفضل. طب واحدة واحدة معلش، يعني اللي بيتكلم بس هو اللي يفتح المايك لأن أنا بسمع صوتي، تمام. اتفضل. هو أنا بقالي نص ساعة بتكلم في الموضوع ده. قلت إن الليك أوف تيست ممكن تقفل المايك. طب وأنا هجاوبك. حاضر. طيب احنا قلنا الليك اوف تيست بيعمل ايه؟ بنقدر من خلاله نعرف الفراكشر بريشر او عند كام بي اس اي بريشر ماكسيموم هيبدا يحصل لي ديفيشن في الطبقه، او قصدي يبدا يحصل لي ديفيشن في الكيرف، وبالتالي يبدا ايه الليك يبدا. اما في الاف اي تي لا، انا مش عايز الطبقه تليك، انا بتست هل لو انا زودت مود او ايكويفالنت مود ويت على المود اللي انا كنت بستخدمه في الحاله الانيشال هل هيحصل لي مشكله؟ وبالتالي انت لو تلاحظ هتلاقيه كاتب لك بص على الستريت لاين اف اي تي، بعد كده ال او بي اللي هي الليك اوف بوينت، بعد كده بقى توصل بقى لحد البيك دي او اعلى نقطه، بعد كده يبدا الطبقه تتكسر بقى وتوصل الانستانتينيوس شاتن بريشر. مش موضوعنا ده، يعني حاجه تخص الميني فراك مش هنتكلم في ده، لكن انا عايزك تركز قوي على الاف اي تي والال او بي. يعني واضحه؟ تمام. في حد قايل واضح؟
ماشي، وفي حد يعني تمام. طيب نكمل علشان بس يعني الموضوع حاضر. لو في أسئلة يا باشمهندسين في الآخر حاضر والله أجاوبكم. حد لو في حد عنده سؤال يعني مش فاهمه خالص أو في حاجة مضايقاه ممكن يقول دلوقتي. طيب أكمل بقى كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس، المفروض ان انا فتحت لي اللوب بوينت، المفروض ان انا البريشر بتاعي او المودرنج بتاعي فتحت لي اللوب بوينت صح عشان ما اخدش صح ما بقاش في فراكشر، ما ايوه ما انا ما فاهم، بقاش ما انا عايز مش اقول لك لاقي النص. صح مظبوط. الفكره بقى في ايه؟ انا هقول لك اهو، بتعمل سيفتي مارجن 0.3 بي بي جي. يعني خلي بالك احنا بنتست تمام بقى، يعني انا دلوقتي شفت تمام اثناء الليك اوف بوينت مثلا 13 ونص بي بي جي هيحصل ليك، فانا بنقص 0.3 تمام يبقى ده اقصى مد اقدر استخدمه علشان ما يحصلليش ليك اصلا، فاهمني؟ عشان اعمل حساب الاي سي دي. بالظبط تمام ماشي ماشي يا هندسه، شكرا. حبيبي العفو. وعامة النقطة دي يا باشمهندس وائل هنتكلم عنها أكتر في الكيل شيت، يعني أنا لما هاجي أتكلم عن الكيل شيت ده آخر حاجة في السيشن، هبقى هتلاقي بقى إحنا حتة الليك أوف تيست دي بنستخدمها عشان نعرف المد اللي أنا هستخدمه وبتاع، وبالتالي لما باجي أحسبه وأعمل الدنيا بتاعتي دي وأحط في اعتبار الماسب والليك أوف بوينت والحوارات دي، ببدأ أنقص يعني سيفتي مارجن 0.3. حتى لو انت برضو يعني لو انت اوير بالكيسنج سيتنج ديبس، لو تفتكر كنا بنعمل سيفتي مارجن كده حوالين الخط بتاع الفورميشن بريشر والفراكشر بريشر، يعني بنضيق المود ويندو شويه لو انت مجمع اللي انا بتكلم فيه ده يعني. تمام حلو. نكمل يا شباب. هنخش تاني حاجة بقى على الدريلر ميثود. طب ايه بقى الدريلر ميثود دي؟ انا ثواني معلش، ثواني عشان بس برضو شريطة الويندوز دي يا باشمهندس صلاح، اعمل ايه في الموضوع ده؟ ادوس عليه ولا اعمل ايه؟ ايوه تمام ماشي خلاص تمام. طيب بصوا يا شباب، الدريلر ميثود دي طريقة من الطرق لما انا بيجي لي كيك وبقفل البير، ببدأ عايز اقتل البير بقى. يعني ايه اقتل البير؟ يعني اطلع الانفلكس ده اللي لونه اصفر ده عايز اطرده من البير. طب بعد ما هطرده بالبير وهنعرف هنطرده ازاي، ببدأ اكمل حفر عادي، يبقى انا تخلصت من الانفلكس اللي جالي. طيب في حاجة مهمة قوي لازم تكون واخد بالك منها، البوتوم هول بريشر. خلاص انت قفلت البير وقريت الشاتن كيسنج بريشر والشاتن دريل بايب بريشر. حلو، يعني ايه الشاتن كيسنج بريشر؟ ده البريشر اللي بيأثر لأعلى من خلال الانولس، والشاتن دريل بايب بريشر ده البريشر اللي بيأثر في الدريل سترنج برضو الاعلى. وبالتالي انا لما قفلت البير في يعني في بريشر زياده في البير، وبالتالي بيبدا يأثر على الجيج ده، او بيأثر يعني على هنا وهنا، فالجيج بيبدا يزيد، وبالتالي كده الشاتن كيسنج بريشر والشاتن الشاتن دريل الشاتن كيسنج بريشر والشاتن دريل بايب بريشر ايه بيأثروا لتحت، لان في فورس او بريشر بيأثر عليهم لاعلى. طيب يبقى احنا فهمنا ليه بعمل دريلر ميثود. طيب بنعملها ازاي؟ اول حاجة واهم حاجة علشان ما تتلخبطش، لازم تعرف انت ازاي بتبيلد اب البامب. يعني ايه؟ خلي بالك احنا لما اتكلمنا امبارح على الشاتين بروسيدير كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول سواء سوفت شاتين او هارد شاتين بعمل ايه؟ لو حد فاكر بقى، بابيك اوف بوتوم، بعمل بوزيشن للدريل سترينج، بعد كده بقفل البامب، بعد كده ببدأ اشوف بقى هقفل الرامات الاول ولا هفتح سكة افتح الاتش سي ار، بعد كده ابدا اقفل الرامات وهكذا. مش عايزين نخش في تفاصيل الشاتن بروسيدير، لكن يعني عايزك تكون مجمع اللي بيتقال. طيب يعني كده البامب مقفولة. طيب ببدا افتح البامب ازاي بقى؟ يعني مثلا خلي بالك دي نقطة مهمة، انت مثلا كبوليسي للشركة بيقول لك والله هندسة لو انت عايز تعمل كيلينج للبير بتعمل له كيلينج مثلا عند 30 ستروك بير مينيت، تمام؟ يعني ده البامب ريت، وبالتالي انا ما ينفعش اروح ايه يلا كده نزود البامب 30، مش هينفع. طب ليه؟ انت كده ممكن تعمل امباكت على الفورميشن، ممكن تكسرها، يبقى انت بدل ما تحل بتعقد او بتبوظ، وبالتالي احنا بنفتح واحده واحده او بنزود البامب ريت واحده واحده، وبالتالي ببدا ادي 5 ستروك في الاول. طيب زودت 5 ستروك، نبدا بقى نشوف الانيميشن عشان الدنيا تبقى واضحه. انا جالي كيك
قفلت البير، استنيت شويه، شاتن دريل باي بريشر قريته 400 بي اس اي، شاتن كيسنج بريشر 550. بعد كده هعمل ايه؟ هبدا انكريز البامب ريت 5 ستروك بير مينيت. طيب لما ازوده، ركز، لما ازوده 5 ستروك بير مينيت هتلاقي ان الشاتن دريل باي بريشر زاد، خلي بالك كان 400 بقى 460، وهتلاقي الشاتن كيسنج بريشر كان 550 بقى 580. طبعا الارقام دي يعني مفترضينها، حلو كده. طيب انت هتعمل ايه بقى علشان تثبت البوتوم هول بريشر؟ ما ده خلي بالك انت، ده لو قل عن 5000 بي اس اي اللي هيحصل، هيجي لك كيك تاني، وبالتالي انت كده برضه مش بتحل، انت كده بتبوظ الدنيا. وبالتالي انا لازم احافظ على عمود من العمدان دي يكون مثبت البوتوم هول بريشر. وبالتالي لما كان البوتوم هول بريشر 5000، كان الشاتن كيسنج 550. طيب هنا بقى 580. طيب 580 دي انت بتبدأ تفتح التشوك، فهتبدأ تعمل دروب تاني تخلي ال 580 ايه؟ 550. ده بقى نظري بحت، يعني ده الكلام ده نظري ما بيحصلش في الحقيقة. ليه؟ لأن انت لو قلت عن ال 550 دي واحد بيس هيجي لك كيك تاني. وبالتالي يعني براكتيكال بقى، او اللي بيتعمل في الفيلد، بنعمل ايه؟ بيخلوا فيه مثلا 100 او 200 بي اس اي ترابد في البير. طب ليه؟ ترابد في البير مش هيكسروا الفورميشن ده اكيد، لكن المشكله ان انت يجي لك انفلكس تاني، وبالتالي انت بتخلي فيه 100 او 200 بي اس اي ترابد في البير. يعني مثلا لو احنا كنا قلنا ان هي كانت 550 وزودنا فتحنا يعني البامب ريت على 5 ستروك، فلقيناها 580 عادي، ممكن تبدا تزود 5 ستروك تاني. طيب لحد مثلا ما توصل 600 عادي برضو تزود 5 ستروك كمان، زادت شوية. خلي بالك الموضوع ده ممكن يبان لخبطة دلوقتي ليكو، بس يعني معلش استحملني، تمام؟ لحد ما تلاقي مثلا توصلت ال 100 بي اس اي، لا كفاية كده خلاص، كده انا خليت فيه 100 بي اس اي زيادة ترابد في البير او محبوسين في البير. وبالتالي هبدأ افتح التشوك، فابدأ ارجعها ل 550. لا نظريا اه ل 550 اللي انت تثبت الشوتين كيسنج بريشر، لكن عمليا لا، بتحاول تخلي فيه ايه، سيفتي شويه، مثلا 600 650 عادي، تمام. طب احنا نمشي على اللي مكتوب، اللي محطوط في الكتب عشان الناس ما تتوهش مني وتتلخبط. يبقى احنا قلنا بنبدا نعلي البامب ريت 5 ستروك بير مينت، فهتلاقي اكيد ان عداد الشوتين دريل باي بريشر بيزيد، وعداد الكيسنج بيزيد، فببدا افتح التشوك اخليه 550، تمام. بعد كده ببدأ أزود 5 ستروك كمان، بقى هنا 10، هتلاقي ده بيزيد وده بيزيد، هفتح التشوك ينزل، يبقى يحصل له دروب لحد 550. بعمل كل ده ليه؟ عشان أحافظ على البوتوم هول بريشر. طيب بعد كده 15، افتح التشوك هندسة 550. بعد كده زود برضو البامب ريت 5 كمان، برضو الشوتين كيسنج بريشر زاد والشوتين دريل بايب بريشر زاد، افتح التشوك قلل الشوتين كيسنج، وهكذا بقى. هنفضل نعمل العملية دي لحد ما اوصل لل 30 ستروك بير مينيت اللي الشركة بتقول لي ان انت هتقتل بالبامب ريت ده. طيب نركز بقى شوية، احنا خلاص فتحنا التشوك وصلنا للمنظر ده، 30 ستروك بير مينيت البامب ريت مش هغيره، ركز بقى في دي كويس قوي، مش هغيره، 30 ستروك بير مينيت ده هيفضل ثابت. هتيجي تبص بقى على عدات الشاتن دريل باي بريشر، هتلاقي قيمة للبريشر دي اسمها ايه؟ اي سي بي. يعني ايه؟ انيشيال سيركيوليتنج بريشر، حلو. والشاتن كيسنج بريشر انا محافظ عليه 550، وبالتالي البوتوم هول ثابت، البوتوم هول بريشر ثابت. طب واحد يقول لي يا باشمهندس، طب لو دي 600 عادي؟ عادي. لو 650 عادي؟ شغال. طب مثلا 750؟ لا احنا كده بنهزر، كده انا ممكن اكسر الطبقه، وبالتالي محتاج افتح التشوك شويه. مثلا الكلام ده واحنا بنعلي البامب، مش بتكلم دلوقتي، خلاص انت دلوقتي ظبطت دنيتك ان الاي سي بي بقيمه، وصلت للبامب ريت 30 ستروك بير مينيت بتاعك، والشاتن كيسنج بريشر قاري مثلا 550. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ ببدا بقى يعني ادي كل، نركز بقى شويه كده في الانيميشن يا شباب، بص كده تحت هتلاقي الانفلكس اهو بيبدا يتحرك. خلي بالك انا مشغل البامب وبالتالي في سيركيوليشن، بس انا ماشي الموضوع معاكم بالبطيء خالص، تمام. فانت هتلاقي ان الانفلكس ده بيبدا يطلع كده، يطلع كده، يطلع، حلو. نقف هنا، نرجع تاني. خلي بالك هتلاقي عداد الكيسنج بيزيد ولازم يزيد. طب واحد يقول لي هندسه، طب ما هو ده بيزيد كده في مشكله على البوتوم هول بريشر، يعني خطر ممكن يكسر الطبقه؟ هقول لك لا. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان الانيشال سيركوليتنج بريشر انا محافظ عليه، لان البامب ريت ثابت انا ما غيرتوش، وبالتالي كده في يعني في ممكن نقول ان في ايه، في كونكشن على البوتوم
باي سي بي 700، وبالتالي الاي سي دي الايكويفالنت سيركيوليتنج دينستي تمام، يعني او الهايدروديناميك بريشر بتاع الطفله في الدريل سترنج تمام ما فيهوش مشكله، وبالتالي البوتوم هول 5000. طب حلو، يبقى كده احنا ممكن نوصل بمصطلح مهم جدا لازم تكون واخد بالك منه، ان الانيشال سيركيوليتنج بريشر ده بيساوي ايه؟ بيساوي الشاتن دريل بايب بريشر زائد حاجه اسمها اس سي ار بي. ايه ده بقى؟ دي السلو سيركيوليتنج ريت بريشر. يبقى انا دلوقتي الاي سي بي اللي هي 700 بتساوي ال 400 اللي هي الشاتن دريل بايب بريشر زائد الاس سي ار بي اللي هي 300 بي اس اي. حلو قوي. طب نلاحظ حاجه، بص كده تحت على الانفلكس شايف الطول بتاعها قد ايه؟ لما دخلت هنا لقيتها انكمشت كده، يعني الطول بتاعها قل شويه. ده ليه؟ ده بسبب ان الاو دي بتاع الدريل كولر كبير، وبالتالي هنا المساحه صغيره مقارنه بالمساحه دي بالكروس سكشنال اريا دي، وبالتالي كروس سكشنال اريا صغيره تدي هايت كبير. خلي بالك ده نفس حجم الكيك ما اتغيرش تمام. هي الكيك لما خلي بالك الكيك كل ما بتطلع بيحصل لها اكسبانشن، يعني هي الكيك كانت في الاول كده بتطلع بتاكسباند، بس هي لسه ستيل على البوتوم فبتاكسباند حاجه بسيطه قوي، فهي منين ما تتنقل من هنا لهنا تخش حوالين الدريل سترينج سواء بقى الهيفي ويت دريل بايب او الدريل بايب، هتبدا تلاقي ان هي يعني الطول بتاعها اقل شويه. طبعا دي تفصيله يعني مش هتهمك، يعني مش فارق تمام، لكن يعني برضه عشان تبقى فاهم ليه الهايت بتاعها اقل، لان المساحه هنا اكبر من المساحه هنا. حلو. طيب لو حد من الاورجنايزر متابع معايا وفي مشكله في الصوت يا ريت يقول لي، يعني انا مكمل واتمنى الناس تكون مجمعه معايا. حلو قوي. طيب بعد كده هتبدا تلاقي اثناء السيركيوليشن هتلاقي بص بقى الشاتن كيسنج بريشر بيزيد، وهتلاقي ان الغاز بيبدا يطلع وبيكسباند، يعني هنا بص بص كان عامل ازاي. خلي بالك خلاص بقى يعني الكروس سكشنال اريا ثابت، او الانولر كاباستي واحده تمام، كبر بسبب ايه؟ ان البريشر بيخف شويه على الغاز، هو تحت مضغوط بيطلع فالبريشر بيقل عليه شويه وبالتالي بيكسباند او يعني بيتمدد. طيب لحد ما نوصل للنقطة دي، النقطة دي يا باشمهندسين أخطر نقطة على الإطلاق. دي أنا مش هقول ليه، أتمنى حد يقول لي في الشات ليه، ليه النقطة دي أخطر نقطة؟ أشوف بقى كده الشات في الشات بوكس، أتمنى ألاقي إجابات كويسة. يعني حد يقول لي يا باشمهندسين ليه النقطة دي أخطر نقطة؟ ممكن أجيب ثواني هحاول أجيبها كده مصغرة عشان بس اشوف الناس بتقول ايه، يعني اهو هي مش باينه قوي يعني، بس اللي عايزك تكون عارفه ان الكيك التوب بتاعها تحت الكيسنج شو. ليه دي اخطر نقطه؟ نكسر الطبقه عند الشو لان الشو نقطه ضعيفه جدا. طيب ماشي، اجابات منطقيه. حلو. طب علميا ممكن حد يقول لي علميا ليه؟ يعني اشمعنى لما التوب بتاع الغاز كان موجود عند الشو دي اخطر نقطة؟ يعني دلوقتي مثلا نتوقع، يعني تعالى نتخيل حاجة لطيفة. ثواني معلش، ثواني يا باشمهندسين. حلو، هنا اهو انا دلوقتي نركز بقى، انا دلوقتي عندي الجاز كولوم بالهايت ده. حلو. الشاتن كيسنج بيزيد وايه، وفي نفس الوقت الغاز بيطلع وبالتالي بيتمدد. طب ليه لما وقف هنا دي اخطر نقطة عند الشو؟ حلو، انت خايف ان الشو تتكسر، كلام منطقي 100%. طب ليه؟ يعني ليه مثلا لو كده مش خاطر، ده كده امان قوي بقى. حد يقول لي ازاي يا باشمهندس ده الشوت انكيسنج بريشر بيزيد ازاي كده امان؟ هقول لك، بص البريشر هنا عند الكيسنج شو بيساوي ايه؟ حد يقول لي كده، ثواني معلش ثواني. ليه الشط ليه انا عايز حد يقول لي البريشر عند الكيسنج شو بيساوي كام؟ البريشر عند الكيسنج شو بيساوي ايه في الحالة دي، الحالة اللي انا عامل عليها دينجر دي؟ حد يشارك معايا يا شباب؟ لا لا انا مش عايز ارقام، انا عايز حد يقول لي بيساوي حاجه زائد حاجه. انت مش هتقدر تعرفها اصلا، مش هتقدر تعرفها بالارقام. عرفتها بالارقام ازاي؟
ماشي. واحد بيقول مع اقتراب الكيك للسطح الضغط هيزيد، ماشي ده كلام منطقي. طيب عشان ما نضيعش وقت هقول لكم البريشر عند الكيسنج شو هنا بيساوي ايه؟ بيساوي قيمة الشاتن كيسنج بريشر اللي هي زادت بقت 600 زائد الهيدروستاتيك بريشر ده. طيب وبالتالي دي اخطر نقطة. طب اخطر نقطة امتى؟ لو لا قدر الله مجموع الشاتن كيسنج بريشر ومجموع الهيدروستاتيك بريشر ده تمام عدى الماسب اللي هو يعني او القيمة بتاعت الشاتن كيسنج بريشر دي عدت الماسب وبالتالي الطبقة تتكسر. طيب امتى؟ ما خافش، لو انا دلوقتي الغاز دخل هنا حد يقدر يقول لي البريشر عند الكيسنج شو هيكون كام؟ هيقول لي يا هندسة هيبقى قيمة الشاتن كيسنج بريشر زائد الهيدروستاتيك بريشر ده. خلي بالك بقى هنا بقى عندك مض غاز مض، حد يعرف البريشر جريدينت بتاع الغاز كام؟ حاجة تعبانة قوي 0.1 بي اس اي بير فيت، عكس المض 0.4365 ده لو 9 بي بي جي ولا حاجة ضحك يعني، ممكن يبقى أكتر من كده أصلا 12 بي بي جي وبالتالي يبقى أعلى من كده. وبالتالي يعني ممكن نقول مثلا إن وزن الغاز يعني حرفيا ممكن يكون مثلا أقل 10 أضعاف من وزن الطفلة، وبالتالي وجود غاز في الأنولس أبوف الكيسنج شو هيأثر ببريشر قليل. وبالتالي انت لو جمعت الهيدروستاتيك بريشر بتاع المض ده وبتاع الغاز ده وبتاع المض ده وجمعته على الشاتن كيسنج بريشر هتلاقي قيمه قليله جدا اقل بكتير من الفراكشر بريشر، وبالتالي انا كده مطمن ان الكيسنج شو مش هايه مش هتتكسر. وبالتالي انا لو جينا نبص هنا انت في الكيس دي لو عديت بسلام وامان اعرف ان انت كده تمام خلاص، انت كده الفيرست سيركيوليشن بتاعتك زي الفل. طيب هتبدأ تلاقي الغاز بيبدأ يتمدد ويطلع لأعلى لأعلى لحد ما يوصل بقى للسيرفس، يبدأ يطلع من يعني يبدأ يطلع من التشوك لاين أو يبدأ يخش على المد جاز سيباريتور. حلو كده، يفصل بقى الغاز عن الطفلة. ده موضوع كبير يعني ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديو إن شاء الله على التشانل، مش موضوعنا. المهم إن إحنا بنطلع الكيك وبالتالي الكيك بتتفصل عن المد، والمد ده مش هرميه، باخده وأعمل له سيركيوليشن تاني وهكذا. طيب حلو أوي، وهكذا بقى لحد ما تلاقي ان انت وصلت للكيس دي. ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان الاي سي بي بتساوي 700 وهتلاقي ان الشاتن كيسنج بريشر بقى 400. خلي بالك خلي بالك ركز، الشاتن كيسنج بريشر لما انا قفلت على الكيك كان بكام؟ كان ب 550. طب لما يعني لما تخلصت من الغاز يعني وبالتالي مفيش حاجة بتضغط لأعلى او اللي بيضغط لاعلى مفيش غاز مضغوط، وبالتالي الشاتن كيسنج بريشر هتلاقيه قل شويه عن القيمه الاولانيه. في الاول لما قفلت البير كان 550، دلوقتي بقى 400. طيب حلو كده، دي الفيرست سيركيوليشن. طيب البامب شغاله هندسه، هنعمل ايه؟ هبدا اقفل البامب جرادولي، برضو هقلل البامب ريت 5 ستروك بير مينيت. بعد كده هبدا بقى افتح التشوك، لا ابدا اقفل التشوك حاجه بسيطه بحيث ان انا برضو ايه احاول احافظ على الشاتن كيسنج بريشر. ركز لان ده هيختلف بقى. بص طول ما البامب ريت ثابت الاي سي بي ما فيهوش مشكله، او البريشر اللي على الشاتن دريل باي بريشر او يعني البريشر اللي اري جيج بتاع الشاتن دريل باي بريشر ما فيهوش مشاكل. طب بتبدا تقفل البامب يعني بتلعب في البامب ريت بقى، خلاص انا عايز خلاص انا كده طردت الكيك وهبدا اشوف بقى هقتل ازاي، هنتكلم عن ده دلوقتي يعني. حلو، وبالتالي انا عايز اثبت ده الشاتن كيسنج بريشر، وبالتالي هبدأ أخنق على التشوك أو أقفل التشوك حاجة بسيطة بحيث إن أنا أحاول أثبت الشاتن كيسنج بريشر 400 أو أكتر من 400، حاجة بسيطة 450 500 تمام برضو عادي لو خليت فيه 100 بي اس اي تربد في البير. كده الفيرست سيركيوليشن سكسسفولي نجحت أو زي الفل يعني، قفلنا البامب فيرست سيركيوليشن تمام. طيب لو جينا نعمل علاقة بين البامب ستروك وبين ال وبين البريشر، هتلاقي الزيرو ده معلش يا شباب غلطه المفروض يبقى تحت، معلش يعني حد يسامحني. الشاتن دريل باي بريشر اهو هيبدا يزيد لحد ما يوصل للاي سي بي، كده انا قومت البامب تمام. بعد كده هيبدا يحصل له ايه؟ يفضل ثابت 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 لحد ما ابدا اقفل البامب تاني، بعد كده يبدا يقل. جميل، في المقابل هتلاقي الشاتن كيسنج بريشر كان بقيمه عاليه او كان ب 550 هيبدأ يزيد 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 لحد ايه؟ لحد ما الغاز يوصل على التوب بتاع الانولس. بعد كده الغاز يبدأ يطلع من الانولس تمام كده، الغاز عند السيرفس يبدأ يقل، يحصل له دروب لحد ما ينزل لايه؟ لحد ما ينزل لقيمة الشاتن دريل باي بريشر. بعد كده ابدأ اقفل الايه؟
يعني بعد كده هبدأ اكمل عادي البامب ستروكس، هكمل بعد كده هبدأ اقفل البامب، فهتلاقي ان الموضوع يعني هتلاقي ان اخر ستيج معانا لو رجعنا كده، بص قفلت البامب خلاص، هتلاقي ان في برضو ستيل في شاتن دريل باي بريشر وشاتن كيسنج بريشر، لكن مفيش غاز، تلاحظ ان الاتنين قد بعض، وبالتالي هتلاقي اهو الاتنين اهم بيقربوا من بعض، اهو قفلوا على بعض، الاتنين بقى قد بعض من الاخر 400 بي اس اي. الزيرو ده غلط، الزيرو ده المفروض تحت. طيب دي الفيرست سيركوليشن، سكند سيركوليشن حرفيا مش هتاخد وقت، بنبدأ نحسب حاجة اسمها الكيل مود ويت. ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي الانيشال مود ويت اللي انت كنت شغال بيه بلس الشوت ان دريل باي بريشر اللي هي 400، وببدا اقسمها على 0.052 واضربها في الترو فيرتيكال ديبث. حسبنا الكيل مود ويت. ايه الكيل مود ويت ده؟ ده المود اللي انا هستخدمه عشان اقتل البير. طب ليه بستخدمه بدلاله الشوت ان دريل باي بريشر؟ لان انا عايز يعني عمود من العمدان دول يبقى الجيج بتاعه بصفر، وبالتالي انا لو حولت البي اس اي دي زي فكره الليك اوف تيست بقى، لو او الفورميشن انتجريتي تيست، لو حولت 400 بي اس اي دي لبي بي جي وبالتالي كده وضفتها على الانيشال مود ويت، انا كده خلاص كنسلت الجيج ده او هيقرا صفر، وبالتالي الكيل مود ويت بيساوي الانيشال مود ويت زائد الشات ان دريل باي بريشر على 0.052 في الترو فيرتيكال ديبث. حلو قوي. بعد كده هبدا بقى اشغل البامب واحده واحده، افتح التشوك بتاعتي كل 5 ستروك بير مينيت، احاول اثبت الشوتنج كيسنج بريشر او اخلي 100 بي اس اي تربد في البير. بعد كده بقى ابدا احقن الكيل مود، هتلاقي الشوتنج دريل باي بريشر يبدا يقل 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 لحد ايه، نركز بقى خلي بالك كل ده انا بحاول اثبت الشوتنج كيسنج، كل شويه بقعد افتح التشوك لما ده بيزيد. طيب هتلاقي ايه بقى الاي سي بي، تمام، اللي هي كانت 700 اللي هي في حاله ان انا شغلت البامب، هي بتساوي ايه؟ الشوتن دريل باي بريشر زائد الشوتن كيسنج السلو سيركليتنج ريد بريشر، صح. هتبدا تلاقي ان الشوتن دريل باي بريشر دي بتقل والسلو سيركليتنج ريد بريشر بيزيد، بس ده بيقل قوي لحد ما يكون صفر، وده بيزيد حاجه بسيطه لحد ما يكون 300 وحاجه بسيطه، يعني هو كان 300 في البدايه زاد بقى 323. خلي بالك ده السلو سيركليتنج ريد بريشر في الحاله الفاينل. يبقى احنا دلوقتي بقى نقدر نطلع بحاجة جميلة جدا الاف سي بي. يعني ايه اف سي بي؟ فاينل سيركوليتنج بريشر، ده العداد بتاع الدريل سترينج اري كام في حالة ان الكيل مض وصل لحد الدقاق او ملى الدريل سترينج كلها، وبالتالي الاف سي بي بتساوي السلو سيركوليتنج ريد بريشر الانيشال اللي هو كان 300 في الكيل مض ويت اللي انت حسبته من شوية على الاوريجينال مض ويت. فانت هتيجي تعمل الحساب، يعني مثلا هتخيل ان الاوريجينال مود ويت 11 والكيل مود 11 ونص، لو قلنا 11 ونص على 11 وضربناها في السلو سيركليتنج ريت بريشر الانيشال اللي هو كان 300، هتلاقيها يعني حاجه بسيطه قوي تكاد تكون 323. طب ده هندسه فين؟ ده خلاص بقى بصفر، ده قل، وبالتالي زي ما قلنا من شويه انا عايز اكنسل الجيج بتاع الشات اند دريل باي بريشر، وبالتالي حصل له دروب، تمام، حصل له دروب من 400 لحد ما بقى صفر، والسلو سيركليتنج ريت بريشر زاد من 300 لحد 323، تمام. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ بقى المض ده يبدأ يخش في الانالوس، هتلاقي الشوتن كيسنج بريشر يبدأ يقل 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 لحد الزيرو، وكده البامب شغالة. بعد كده اقفل البامب، هتلاقي العداد ده قاري صفر والعداد ده قاري صفر، وبالتالي انت كده قتلت البير ومحافظ على البوتوم هول بريشر، وبالتالي كده مفيش انفلوكس هيجيلك تاني. دي ببساطة السكند سيركوليشن. نشوف الرسمة العلاقة بين البامب ستروك والبريشر. حلو، شوتنج دريل باي بريشر زاد لحد الاي سي بي عشان اشغل البامب، بعد كده قل من الاي سي بي للاف سي بي، كده المض فين؟ عند الدقاق، كده الدريل سترنج كلها كيل مض، وبالتالي هيبدأ يثبت. بعد كده لما هاجي اقفل البامب هتلاقي عداد الشوتنج دريل باي بريشر ارى صفر، في المقابل عداد الكيسنج كان 400 لو فاكر، احنا لما طردنا الكيك الاتنين كانوا بيساووا في نفس الفاليو، وبالتالي الشوتن كيسنج بريشر هتلاقيه ثابت شويه كده لان انا بحاول اثبته لحد ما الطفله توصل لحد الدقاق، بعد كده هيبدا يضرب 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 لحد الصفر بس، وبالتالي انت كده خلاص قفلت البامب، الدنيا تمام، مفيش اي مشكله معاك، وكده خلصنا الدريلر ميثود. طيب دي المفروض بقى كده الويت اند ويت. عامه يا شباب يعني احنا حرفيا قدامنا
مش اكتر من تلت ساعة. فعايز اسمع رأي الناس، نوقف نصلي ونرجع تلت ساعة والناس تكون موجودة، ولا نخلص على طول دلوقتي؟ ولو في ديسكشن مثلا للأسف مش هعرف أجاوب عليه، لأن احنا هنبقى محتاجين نلحق الصلاة، أو ممكن نخلص الشرح ولو حد عنده أي حاجة نفتح، يعني نفتح تاني بعد الصلاة ونشوف هنجاوب على أسئلكم يعني. فيا ريت يا باشمهندسين اللي عنده أي مشكلة يقول دلوقتي، نعمل إيه؟ نوقف ولا نكمل؟ ناس كتير بنقول نخلص دلوقتي. طيب نكمل نكمل نكمل. طب اعمل ايه بقى دلوقتي انا؟ نعمل ايه طيب؟ طب عايز بقية الناس تكتب. طيب نكمل نكمل كمل كمل، والاسئلة بعد الصلاة. طب خلاص حلو قوي، ده احسن حل ان احنا نكمل ونرجع بعد الصلاة ان شاء الله. ولو حد عنده مشكلة في الدريلر ميثود يركز معايا في الويت اند ويت، نفس الفكرة، فكرة بسيطة يعني، الموضوع سهل أوي يا شباب والله بجد. هو بس الموضوع ممكن تكون عشان أنت أول مرة تسمعه فشايفه غريب، بس والله بجد الموضوع سهل أوي. طيب الويت أند ويت، الويت أند ويت ده بقى ببساطة إيه؟ نفس الفكرة زيه بالظبط زي الدريلر ميثود، لكن باختلاف بسيط إن هو وان سيركيوليشن مش تو سيركيوليشن. طيب دلوقتي يا باشمهندس إيه ال 30 دول؟ انا عملت زودت الاستروكات بتاعتي، وكل شويه طبعا بحاول بقى كل شويه اقعد افتح التشوك زي ما قلنا، فمش هعيد تاني الخطوات. حته رفع البمب دي حاجه بسيطه يعني، لو في مشكله فيها مع حد منكو لما يرجع للريكورد هيفهمها باذن الله. طيب خلي بالك بقى احنا هنبدا نحقن كل مد على طول، وبالتالي خلاص بقى يعني هبدا ارفع البمب، هوصل للاي سي بي تمام، وهحاول اثبت عداد من العدادين دول. للاسف مش هتعرف يعني، انت دلوقتي وانت بتكل مض، بص يعني انا عايز برضه اوضح لكم حاجه، معلش ثواني، تلاحظ كده والكل مض بيمشي هنا، يعني مثلا وصل لحد هنا منطقي، ده هتلاقيه بي ايه بيقل وده بيزيد، وبالتالي البوتوم هول بريشر مفيش عمود من العمدان ثابت، وبالتالي بنبدا نلجا لتيبل. يعني ايه؟ انا تهت منك هندسه مش فاهم اي حاجه. طيب واحده واحده، احنا دلوقتي الاي سي بي دي بتساوي الشاتن دريل باي بريشر وسلو سيركليتنج ريت بريشر، ده هيقل لحد الصفر. لحد امتى؟ لحد ما الاي سي بي تتحول لاف سي بي، فهتلاقي ده بقى بصفر وده زاد حاجه بسيطه زي ما اتكلمنا من شويه. طب ازاي نثبت البوتوم هول بريشر؟ ده سؤال كويس. طيب مبدئيا في شويه خطوات محتاج تعرفها. ايه؟ ركز معايا قوي بقى. اول حاجه البامب ديسبليسمنت دي كده كده انت بتكون عارفها، كام باريل بير ستروك؟ يعني مثلا يعني ممكن نقول رقم 0.1، 0.1 باريل لكل ستروك البامب بتطلعه. حلو. الفوليوم بتاع الدريل سترينج تقدر تحسبه؟ سهل. ازاي؟ انا دلوقتي من الدريل سترينج ديزاين بكون عارف الدريل بايب كاباستي، وعارف الكاباستي بتاعت الدريل كولر وبتاعت الهيفي ويت، وبالتالي انا اقدر اعرف يعني هي بتبقى كام بارل بير فيت، وبالتالي لو ضربتها في اللينس بتاعها اللي انا اوريدي عامل له ديزاين من الدريل سترينج ديزاين، كده انا عرفت ايه؟ كده انا عرفت الفوليوم بتاع الدريل سترينج. طب تالت حاجه ببدا احسب النمبر اوف ستروكس، وانا عامله بالاخضر وهتعرف ليه دلوقتي الرقم ده. هعمل ايه؟ هقسم 2 على 1، لو قسمت بارل على بارل بير ستروك تديك حاجه بالستروك، وبالتالي ده عدد الاستروكات اللي البامب هتعمله عشان الكيل مض يوصل لحد الدقاق. حلو، دي الخطوة رقم 3، وركز قوي في النقطة دي. رقم 4 ببدأ أشوف الفرق بين الأي سي بي والإف سي بي، الانيشال سيركليتنج بريشر والفاينل، بجيب الفرق ما بينهم. بعد كده الخطوة رقم 5 بعمل إيه؟ بقسم 4 على 3، ببدأ أشوف كل بي اس اي، يعني كل دروب واحد بي اس اي بيحتاج كام ستروك، او كام بي اس اي بتقلهم لكل ستروك واحد. مش فاهم؟ لو قلنا ده ماينس ده على النمبر بتاع الاستروكات برقم هيطلع رقم صغير قوي، فهتضربه في 100، ده معناه ايه؟ طلع مثلا 23. ده معناه ايه؟ ده معناه ان البريشر بيقل من الاي سي بي للاف، يعني بيبدأ يدروب لحد ما يوصل للاف سي بي، وكل 100 ستروك البامب بتعملها بيقل 23 بي اس اي. برضه مش فاهم. طيب الاف سي بي بتساوي ايه؟
تساوي slow circulating rate pressure في الكيل مود ويت على الاوريجينال مود ويت. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي خلاص انا دول عارفهم. خلي بالك يعني احنا اتكلمنا في النقطه دي في الدريلر ميثود. جميل. يبقى انا دلوقتي لو جيت قلت لك عدد الاستروكات لو بصفر الشاتن دريل باي بريشر اري 700، تمام؟ طب واحد يسالني سؤال يقول لي هندسه البامب اهي، واول الدريل سترنج اهو، مش البامب المفروض بتعمل استروكات عشان توصل الدريلنج فلويد من النقطه اللي انا مشاور عليها لحد النقطه دي؟ اقول لك ايوه طبعا. هتقول لي طب في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنعمل ريسيت للبامب ستروك. من الاخر بنخلي البامب ستروك لما نعرف او نتاكد ان الدريلنج فلويد وصل لحد التوب بتاع البير، تمام كده، ولقيت ان الدريل بايب بريشر ابتدى يعني يقل معاك، حلو، بتبدا تعمل ريسيت للبامب ستروك. يعني هنعتبر تمام، يعني خلي بالك احنا كنا شاطين دريل بايب بريشر 700، اول ما ابدا احس ان ال 700 دي بتبدا تقل زير استروكاتك او اعمل ريسيت للستروك بامب. يبقى كده عند ال 700 زيرو. طيب لما البامب تعمل 100 ستروك هتلاقي ال 700 دي بتقل 23 بي اس اي. ليه؟ ارجع لورا هتلاقي الحسابات اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي بتقول لك ان انت المفروض كل 100 ستروك تقلل لك 23 بي اس اي. انت لو حققت ده انت كده بتعمل ايه؟ انت كده محافظ على البوتوم هول بريشر. جميل جدا. وبالتالي انا هزود 100 ستروك هلاقيها قلت 23 بي اس اي، هزود 100 كمان هلاقيها قلت 23 بي اس اي، وهكذا 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 وهكذا. تلاقي بقى خلي بالك الكيك بتطلع، يعني خلي بالك ده احنا كده بنسركل، ركز، لحد ما هتوصل لعدد استروكات تلاقي ان الشاتن دريل باي بريشر وصل ل 323 اللي هي الاف سي بي. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الرقم اللي احنا حسبناه من شويه اللي هو كان بالاخضر، نرجع معلش، ده عدد الاستروكات لما انت توصل له حسابات المفروض تلاقي ان الشاطن دريل باي بريشر اري 323 للاف سي بي. طب واحد يقول لي يا باشمهندس يعني معلش يعني افرض لقيته 330 كده انا عندي مشكله؟ ده ما عندكش مشكله، طول ما هو اكبر من ال 323 انت كافي الامان. طب لو قل ممكن يجي لك انفلكس تاني. وبالتالي اصلا يعني هقول لك بقى عمليا احنا بنعمل ايه، يعني ده بقى شغل كتب من الاخر. يعني الجدول ده انت مستحيل تمشي عليه بحذافيره كده، يعني 23 بي اس اي تقول لهم تقل لهم كل 100 ستروك ده صعب تحققه اصلا. لكن احنا بنتكلم في الفكر احنا بنعمل ايه. طيب تبقى امتى محظوظ؟ وهقول لك طبعا في الاخر ايه اللي بيحصل براكتيكال يعني في الفيلد. طب امتى تبقى محظوظ؟ لو الكيل مود دخل في الانولس ولسه الغاز ما وصلش للشو. طب حد يسالني ليه؟ لان احنا زي ما اتكلمنا قلنا لو التوب بتاع الجاز كولوم وصل للشو كده انت ممكن الشاتن كيسنج بريشر يعدي الماس بيكسر الطبق. طب الكيل مد دخل في الانولس، انا كده بقى الاكويفلنت هيدروستاتيك بريشر هنا قل ولا زاد؟ زاد، لان في كيل مد البي بي جي بتاعه كبير. وبالتالي لما يزيد وده يعني خلي بالك ده بيزيد وبيابلاي لتحت وده بيحصل له اكسباند وبيابلاي لفوق. وبالتالي انا كده مطمن على الجيج ده مش هيزيد الزياده انه يزيد عن الماسك وبالتالي اكسر الطبق. اتمنى تكونوا فاهميني، لو دي مش واضحه نتكلم فيها في الديسكشن بقى، تمام؟ عشان يعني ما ضيعش الصلاة على الناس يبقى حرام عليا يعني. طيب بعد كده هتبدأ تلاقي ان الجاز بيطلع لفوق بيكسباند، الشاتن كيسنج بريشر هتلاقيه بيزيد، والاف سي بي خلاص انا محافظ عليها لان محافظ على البامب ريت، وبالتالي البوتوم هول بريشر ثابت. حلو قوي. بعد كده هتبدأ تلاقي برضو الغاز بيطلع لفوق، ده بيزيد بيزيد، يطلع من المد، يطلع من البير، يخش على المد جاز سيبريت ورفصل الطفلة عن الغاز، يطلع الغاز من الفنت لاين يتحرق والمض يرجع تاني للسيستم بتاعي ويبدا يتضخ او يوصل للمض بامب او يوصل للتنكات، بعد كده يوصل للمض بامب، والمض بامب تبدا ايه تعمل له سكشن تدخله البير وهكذا. يعني تسحب من التنكات تعمل بامبنج تدخل في البير وهكذا. العمليه دي هتفضل تكمل لحد ما تلاقي خلاص الشاتن كيسنج بريشر وصل لزيرو وستيل البامب اريا اف سي بي. هطفي البامب جرادولي طبعا او تقفلها مره واحده مش فارق، لان انت كده كده عملت كل مض، تمام؟ يعني خليت فيك المض في الانولس وبالتالي انت مطمن يعني مفيش مشكله. تقفل البامب، هنا العداد يقرا صفر وهنا العداد يقرا صفر، كده انت قتلت البير بسلام وامان. جينا نعمل علاقه بين البامب ستروك والبريشر، هتلاقي الشاتن دريل باي بريشر زاد لان انا قومت البامب، بعد كده قل من الاي سي بي للاف سي بي، بعد كده هتلاقيه ثابت، بعد كده هتلاقيه حصل له يعني هيحصل له دروب في الاخر بس مش هتظهر دلوقتي. طب في المقابل الشاتن كيسنج، نركز بقى،
الشات انكيسنج بريشر هتلاقيه زاد زيادة طفيفة، مش زي الدريلر ميثود زاد قوي لو فاكرين. طب ده بقى يعني محور سؤال نتكلم فيه في الديسكشن، ليه زاد زيادة طفيفة كده؟ لو حد مركز معايا هيعرف ان منين ما طول يعني ما الكيك موجود على البوتوم ده مش بيأثر على الشوت انكيسنج بريشر قوي. حلو. وتاني حاجة، لما الكيل مد دخل في الانولس الشوت انكيسنج بريشر بقى يقرا قرايه قليله، وبالتالي الجيج ده يعني الجيج بتاع الكيسنج بريشر بقى متحمل عليه، او في فورس جايه له من تحت حنينه شويه او اقل شويه من اللي كان بيحصل في الدريلر ميثود. بعد كده هتلاقي الغاز عند السيرفيس هيطلع من البير، الشوت انكيسنج بريشر هتلاقي حصل له دروب لحد الصفر، تقفل البامب يا باشا هتلاقي عداد الدريل باي بريشر قال للصفر، كده انت قتلت البير بسلام وامان بالويت اند ويت ميثود. طيب براكتيكال ايه اللي بيحصل؟ هقولها في الديسكشن. يعني براكتيكالي بيعتبروا ان الشوت انكيسنج بريشر يعتبر ثابت، وبالتالي مش بيوجعوا دماغتهم من الحوارات دي، حتى لو هيجيلك انفلكس لو بسيط بيكون حاجه بسيطه قوي، وبالتالي من لما الكيل مض يخش في الانولس بتبدا بقى خلاص كده انت تطمن ان انت خلاص الكيلينج ميثود هتبدا تمشي بطريقه امنه، يعني مش هيحصل لك مشكله. برضو لو حد مش فاهم دي ممكن برضو اقولها في الديسكشن ان شاء الله، يعني باذن الله عشان الناس كلها تبقى فاهمه كل حاجه. طيب اخر حاجه الفوليومتريك دي هنزلها في فيديو على اليوتيوب ان شاء الله، سيمبل خالص واسهل من الدريلر والويت اند ويت اصلا ما فيهاش حاجه، والكيل شيت حرفيا يعني مش هياخد اكتر من 5 دقايق. طب الكيل شيت ده مكون من صفحتين، ثواني يا شباب، الكيل شيت مكون من صفحتين. الصفحه الاولى بتبدا تاخد، انا مش هشرحه دلوقتي عامه، يعني انا المفاجاه بقى هقولها لكم يعني في الاخر، او هقولها لكم كمان 2 3 دقايق. يعني انت بتبدا تبص على الكيل شيت بتلاقي ان في داتا بتبدا تجيبها من الليك اوف تيست، تمام؟ طيب بعد كده بتبدأ تكتب بقى البامب ديسبليسمنت بتاعتك كام، ده كده كده بتكون عارفه يعني من الانفورميشن اللي بتكون عن المود بامب اللي انت اوريدي عارفها اصلا من قبل ما تشتغل في اي حاجه. بعد كده بتبدأ تشوف بقى السلو سيركيوليتنج ريد بريشر، هتشتغل على بامب ريت كام ستروك بير مينيت زي ما قلنا مثلا 30. بعد كده بنبدأ نحسب السلو سيركيوليتنج ريد بريشر اللي انتوا لو فاكرين كانت 300 لما كان الشوت انكيسنج بريشر 400 وكان الاي سي بي 700 لو فاكرين. وهنا بتبدأ تكتب شوية داتا عن الهول وعن الدريل سترينج بتاعتك وهكذا. بعد كده بقى بتبدأ تحسب الفوليوم اللي انا كنت عمال اتكلم فيها، مش بتحسب ده في ورقة يعني او راندم كده اي كلام، لا بتحسبه في الكيل شيت. بنبدأ نشوف بقى اللينس بتاع الدريل بايب الكباستي بتاعتها كام، اضربهم في بعض اجيب حجم الدريل بايب. برضه نفس الفكرة الهيفي ويت، نفس الفكرة للدريل كولر، ببدأ اشوف الدريل سترينج فوليوم لو فاكرين، كنا قلنا ان احنا بنستخدمها اللي كان لونها بالاخضر لو فاكرين عشان اجيب عدد الاستروكات اللي البامب هتعملها بحيث توصل المد من السيرفيس بتاع الدريل سترينج لحد الدقاق. وببدا اعمل حاجه معينه بحيث ان انا اقسم البامب ستروك على السلو بامب ريت اجيب عدد الدقائق اللي هتتملي فيها الدريل سترينج. نفس الفكره بطبقها على الانولس، وفي الاخر ببدا اشوف انا محتاج او عايز كام برميل فلويد يعني مض يعني من التنكات. حلو، دي الصفحة الأولى. طيب الصفحة التانية ببدأ أكتب بقى الكيل داتا، معلش ثواني، بكتب الكيل داتا الكيل مض ويت اللي احنا حسبناه بكتبه هنا، تمام، والشاتن دريل باي بريشر شاتن كيسنج بريشر والبيت جين. طب أنا دلوقتي بقى يعني هندسة أنت بتكروتنا وفي حاجات أنا مش فاهمها. طيب ده يعني جه أوانه. الحتة الأخيرة دي برضه اتكلمت عنها لو فاكرين لما قلنا بنعمل الديفرنس وبنقسمه على الفوليوم بتاع الدريل سترينج، وبالتالي بضربها في 100 واشوف كل او عدد الاستروكات وبشوف كل مي يعني هيحصل دروب كام بي اس اي لكل 100 ستروك. طب يا باشمهندس انا في حاجات مش فاهمها كتيرة بقى كده، انت بتهزر الصراحة. طيب انا عامل فيديو 25 دقيقة شرح تفصيلي عن الكيل شيت، طيب ده جاهز يعني ده هيتحط على التشانل ان شاء الله يا النهارده بالليل يا بكره الصبح، ده انتم يعني مطلوب منكم انكم تشوفوه، تمام، وحرفيا شارح كل حاجه بالتفصيل وبالراحه خالص والدنيا تمام وبارقام كمان وعلى الاكسل شيت. وبالتالي ده يعني مهم وناس كتير والله طلبته مني على التشانل، وبالتالي انا قلت اعمله ومش عايز اطول عليكم في السيشن بحيث الناس تستفاد والناس ما تملش مني، وبالتالي هو اوريدي موجود. طب يا باشمهندس ده هنتسال فيه في الامتحان؟ اه هتسال فيه في الامتحان لانه مهم الصراحه، ومفيش حد يبقى خد سيشن في الويل كنترول ومش عارف يعني ايه كل شيت،
وبالتالي سيمبل خالص لو مشيت معايا في الخطوات اللي انا هنزل الفيديو ده ان شاء الله على الشانل، واخلي الاورجنايزر يبعتوه على ال يبعتوه باذن الله على ال على الجروب، هتلاقي الدنيا تمام. ولو في برضو مشكلة يعني ممكن حد يبقى يتواصل يعني معايا، بديله الايميل بتاعه ويبعت لي اي حاجة على الميل او على لينكد ان، وعيوني ليه يعني هجاوبه اكيد. تمام، دي كانت كل حاجة في سيشن النهاردة يا باشمهندسين. انا اسف انا اسف طولت يعني، ممكن نقفل دلوقتي؟ تمام، او يعني مش عارف الفورم بتاعت الاتندنس اتبعتت. حلو، باشمهندس صلاح بعتها من 5 دقايق، الناس تسجل في الفورم بقى، واللي عنده اي سؤال هصلي باذن الله وهرجع لكم. تمام، افتح المايكات يا باشمهندس صلاح، وابعت معلش رابط الحضور تاني لان في ناس مش شايفاه بس. وخلاص كده يعني، ده بالنسبة لسيشن النهاردة. تمام، وان شاء الله بعد ما نصلي لو حد عنده اي سؤال يسأله لي. حد عنده اي سؤال في سيشن النهاردة؟ حد عنده مشكلة في اي حاجة يا ريت يقول لي، اكتبه في الشات بس. عشان بس الدنيا تبقى منظمة اكتبوا في الشات وانا هجاوبكم من عيوني. حاضر، هجاوبكم كلكم. طيب، حد بيقول عايز الباوربوينت بتوع الدرسين او بتوع التو سيشن؟ حاضر، هحاول ابعت لكم السورسز اللي انا عملت منها الكلام ده. طب واحد يقول لي طب ليه ما تبعتش الباوربوينت؟ بص، عامة اصلا الباوربوينت مش هتفيدك لان هي انيميشنز، كلها انيميشنز، وبالتالي انا لو بعت لك PDF هتلاقيها اصلا فيها مشكلة، فاهم يعني؟ مش هتستفاد منها الاستفادة اللي هي. طيب انت دلوقتي عايز تستفاد من الكلام ده، حلو، يعني هقول لك المفيد من الاخر. انت تعمل ايه؟ انت دلوقتي عشان تباس الامتحان او تنجح في الامتحان لازم تتفرج على الفيديوز او الريكوردز تاني. جميل، دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، انا عايز يبقى معايا سورس، يعني انا عايز يبقى معايا حاجة اقدر ارجع لها. حلو، انا بعتلكوا كذا مانوال في الويل كنترول بلس. اكتب بقى عندك في تو ويب سايت حلوين قوي قوي في الويل كنترول، هتلاقي اصلا معظم الشغل اللي انا واخده جايبه منهم. ايه هما؟ دريلينج فورمولا ودريلينج مانوال. يعني لو اي حد منكم يعني دايس في الحفر هيبقى عارف، اكيد اكيد عارف المواقع دي. دريلينج فورمولا هكتبها لكم اهو، دريلينج مانوال، حرفيا دول يعني اي حاجة نفسك فيها، ويل كنترول بقى، حفر، كيسنج ديزاين، اي حاجة هتلاقي الحاجات دي. حلو كده. طيب نضيف على ده لو عايز حاجة في الدريلينج، كتاب ربيعة اللي انا باشمهندس صلاح بعتهولكو في لينك على الدرايف على الجروب. تمام، في برضو كتاب رحماني ده ويل ديزاين محترم، ده يقول لك يعني ايه كيسنج ديزاين وكيسنج سيتنج ديبث والحاجات دي. في مرجع تاني تقدر تلاقيه على النت فور فري اسمه نيل ادم، اكتبه لكم برضو، نيل ادمز. ده بقى بيشرح لك يعني ايه فورميشن بريشر، يعني ايه فراكشر بريشر، وكل الكلام اللي انا بقوله ده. طيب واحد يقول لي طيب يا باشمهندس ابعت لنا PDF بس والدنيا تمام. حاضر، هحاول ابعته لكم يعني لو عرفت اظبطه كده، بس هو والله للاسف لو يعني لو بعته هيبقى مبهم، لان يعني مثلا في سلايد فيها مثلا حاجه و40 انيميشن، وبالتالي انا لو جيت ابعتها لكم هو هيجيب لك اول وضع اللي هو انت مش فاهم في ايه، يعني فين الكلمات، فين مين بيمشي فين، او مين بيزيد ومين بيقل، وبالتالي هتوه. لكن عادي هبعته لكم. حاضر تمام، ومفيش اي مشكله يعني. طيب حد عنده سؤال بقى تكنيكال؟ شباب، طيب في 35 واحد، اكيد الناس دول داخلين عندهم اسئلة يعني. شباب اللي عنده سؤال يكتبه يا شباب.
وانا مش شايف ليه. طيب واحد بيسأل بيقول متى سيكون الامتحان؟ هتفق حاضر مع الاورجنايزرز يظبطوا لكم الدنيا يعني، منين ما الفيديوهات تنزل هنديكم مهلة يومين عشان كله يكون استعد للامتحان تمام، وايه وتمتحنوا. طيب هنعمل فوت عشان موضوع الخميس والجمعة والاربع حلو والخميس جميل وكده، فهنعمل فوت يعني الاغلبية هنمشي معاهم عشان بس ما نكونش ظلمنا حد يعني تمام. وللاسف هو ميعاد واحد للامتحان، وعايز اقول لكم الامتحان سهل يعني، يعني مفيش حسابات يعني، انا مش هعقد عليك الدنيا يعني، انت ممكن تمتحنه وانت في المواصلات، بس انت تكون شفت الفيديوهات حرفيا هتلاقيه سهل، بس انت شوف الفيديوهات يعني. انا مش هستفاد حاجه لو جبت لك امتحان صعب، مش هستفاد اي حاجه حرفيا، انا مش دكتور في الجامعه عشان اجيب لك امتحان صعب تمام، ولا هجيب لك امتحان سهل اوي 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 يقارن يعني او يساوي بين اللي حاضر سيشنز يعني محصلتها 4 ساعات وشاف فيديوهات فيعتبر شاف مثلا 3 ساعات تاني، بواحد اصلا ما عملش غير ان هو سجل في الفورم وعايز يخش الامتحان كده وخلاص تمام. الامتحان مالتيبل تشويس، اه مالتيبل تشويس. طيب لو الفيديوهات بتنزل قبل وقت الامتحان بمدة اكثر من يومين، بص مش للدرجة دي يعني، انا بقول لك انا عارف، انا بقول لك ايه يعني، هما يومين كفاية قوي بجد يعني. انت لا انا لا، الامتحان مش هيكون التعقيد اللي في دماغكم ده، بقول لكم مالتيبل تشويس يعني، يعني على سبيل المثال ممكن مثلا اسالك اقول لك الاكيوميليتور يونت دي بيكون فيها بلادر، ده نوع الغاز اللي فيه بيكون ايه، فهديك اختيارات مثلا نيتروجين اكسجين كربون دايوكسيد هيدروجين، فانت لو يعني كنت شفت اللي انا بقوله امبارح هتقولي نيتروجين يا باشمهندس، سؤال اهو ده سؤال مثلا ممكن اجيبه ممكن لا يعني تمام. فما تقلقش حتة المراجعة دي ما تقلقش، بس احنا مش عايزين نمد المدة قوي بحيث ان ممكن الناس تميل او الناس تنسى اصلا ان كان في امتحانات. طيب حتة الامتحان يكون في وقت مناسب، ماشي ماشي حاضر، هيكون في وقت مناسب والوقت هيكون وقت كافي حاضر. برضه هيعملوا فوت على الوقت يعني، مثلا انتوا استقريتوا على الجمعة مثلا، فيقول لك مثلا الجمعة 6 مساء 8 مساء 10 مساء، فنشوف بقى الأغلبية العظمى ايه. طيب حد بيقول بالنسبة للي ما تسجلش امبارح، لا اللي امبارح اتسجل تمام، بالنسبة بس البارت 1 كويس ان باشمهندس محمد فهمي ده قال كده، بارت 1 امبارح كان يعني في لاج واستغفر الله العظيم يا رب يعني، سوء سمعتنا الصراحة. فبارت 1 يعني انا هسجله تاني، هسجل اللي مش موجود تمام. بس يبقى بارت 1 اللي لو يعني في جزء منه في مشكلة يعني، اكيميليتور يونت دي مثلا مش هشرحها تاني، هي موجودة على اليوتيوب، هبعت كل التفاصيل لباشمهندس صلاح. طيب مدة الامتحان 3 ساعات، 3 ساعات ليه؟ وامتحان في فيزياء امتحان هيبقى مدته 3 ساعة 20 دقيقة بالكتير، يتحل في 10 دقايق اصلا. لا لا لا، واحد بيسأل بيقول فيها مشكلة انا حضرتش امبارح، والله بص اقول لك حاجة يعني، دي مش مشكلتي انا ماليش دعوة، دي مع الاورجنايزرز يعني، هم قايلين شروط ان لازم تكون حضرت 80% يعني، مثلا امبارح ما شاء الله حضر لي 150 واحد، النهارده قفلوا على حاجه و70، حاجه و70 دول هم بس اللي هياخدوا شهادات، اللي حضر امبارح وحضر النهارده. طب ليه بس كده يا باشمهندس؟ ما احنا هنشوف الفيديوهات وهنستفاد. والله بص يعني دي يعني ممكن نقول ان دي بتبقى بوليسي اس بي اي بتبقى عاملاها مش احنا يعني، اس بي اي كايرو كده لما بيعملوا الهاي بورد بيتفقوا على حاجات، انا انستراكتور ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، انا وظيفتي ان انا اخليك تفهم كل اللي انا بشرحه. طب حته الشهاده ماشي ممكن تكون مهمه بالنسبه لك تمام، برضو دي تحلها مع الاورجنايزرز. طيب الكونتنت ككونتنت لا افيلبل لكل الناس، حضرت بقى ما حضرتش افيلبل لكل الناس تمام، وبالتالي خلي بالك يعني سيبك من الشكليات، الاهم والله ان انت تفهم، اقسم بالله يعني الشهاده دي معلش يعني في الاول وفي الاخر مش هي دي اللي هيبص عليها في السي في يروح يقول لك يا نهار ابيض ده نجيبه نعينه دلوقتي، لا. اما هو لما يجي يسالك في الانترفيو يقول لك يعني ايه اكيوميليتور يونت، يلاقيك بتعرف تتكلم معاه كده وفاهم انت بتقول ايه، يعني ايه دايفرتر تعرف تتكلم، يعني ايه شير رام، وايه الفرق بين الشير والبلايند، ويبدا كده يسالك في اسئله، هتلاقي نفسك تمام. الدريلر ميثود بنعملها امتى، يعني ايه اي سي بي، يعني ايه اف سي بي، يعني ايه ماسب، يعني ايه ليك اوف تيست، ايه الفرق بين الليك اوف تيست والاف اي تي انفورميشن انتجريتي تيست كده. فانت لو عرفت الكلام ده يعني شابوه شابوه والله ان انت يعني عندك الشغف انك تتعلم.
كله دلوقتي بيحاول يملى السي في، بس محدش عايز يتعلم للاسف. طبعا مش بكلم عليك عشان بس ما تفهمش كلامي غلط، بس بجد والله يعني ناس كتير قوي بيحب يحضر سيشن لدرجه ممكن يبقى في 3 سيشن مع بعض، فاهم؟ وعايز ياخد 3 سيرتيفيكت مع بعض يعني. طيب انا دلوقتي حد بيقول ايه، انا نفسي حد يسالني اسئله تكنيكال يا شباب. استغفر الله العظيم يا رب. انا ما سجلت امبارح برضو دي مع الاورجنايزرز، حد يبعت للاورجنايزر يشوف المشكله دي. ايه المفيد في كيفيه الامتحان؟ يعني ايه الامتحان ام سي كيو؟ استاذ سؤال خارج الحصه، شو اسم قناتك يوتيوب؟ حلو، بترو بارل، بترو بارل ومفيش سبيس. وباشمهندس صلاح بعت اللينك ومبعوت على الجروب على الواتساب. لو انت على جروب الواتساب اطلع شويه كده فوق، سكرول اب شويه، هتلاقي اللينك بتاع الشانل يعني. طيب واحد بيسأل شهاده معتمده من اي جهه؟ من اس بي اي كايرو يونيفرسيتي ستودنت شابتر. حلو. ممكن تقدم الامتحان بدون ما نحقق نسبه حضور كبيره؟ للاسف دي برضو مع اس بي اي هاي بورد، مش معايا والله. ايه البرامج او السوفت وير اللي بنستخدمها في مجال البترول؟ على حسب عايز تستخدم ايه يعني. في مجال البرودكشن بنستخدم تمام، وبنستخدم في الريزرفوار او السيميوليشن بنستخدم اكليبس. طيب في الجيولوجيا وفي السيميوليشن وفي كل حاجه بنستخدم بترل. بترل ده تبع اس بي اي، تبع قصدي شلمبرجي اس ال بي. طيب في برضو بقى سوفت وير ايه تاني؟ في تيك لوج، ده برضو تبع شلمبرجي او اس ال بي، هي بقى اسمها اس ال بي دلوقتي. في ايه تاني؟ في بقى يعني مثلا انك تكون شاطر في الماتلاب، دي بقى بروجرامينج، انك تكون شاطر في البايثون، انك تكون تعرف تشتغل على الاكسل، لان ده يعتبر الف ب يعني استخدام سوفت وير. يعني انت مش لازم تسحل نفسك في السوفت وير قوي، على قد ما انت تكون مثلا تعرف تستخدم الاكسل كويس. يعني الاكسل فعلا ده اللي احنا مستهترين بيه، يقدر يعمل شغل فعلا مرعب. لكن في طبعا برامج تانية بقى بيبقى لها بلاي ليست على اليوتيوب زي بترل وبايبزم واكليبس، كل ده بقى تقدر بقى ايه واحدة واحدة كده تشوف البلاي ليست وتشوف ايه اللي يفيدك يعني. تمام. طيب استاذ تم طرح سؤال من طرف احد الاشخاص، ما معنى كلمة رام؟ حلو، سؤال لطيف. طيب هفتح بقى الشير سكرين وهكمل بقى الأسئلة. طيب طب ثواني، سؤال الرام ده حاضر هجاوبه، مش هطنشه يعني. حاضر. واحد بيسأل بيقول هل المحاضرات مسجلة بقناتك في اليوتيوب؟ المحاضرات دي هتترفع على يعني بارت 1 دي 1 بارت 1 وبارت 2 ودي 2 اللي هو النهارده، هيترفعوا على قناة اس بي اي كايرو يونيفرسيتي ستودنت شابتر. باشمهندس صلاح هيبعتها لكم بإذن الله على الواتساب. طيب سؤال تاني يا هندسة، كلمنا عن أهم الضغوط أثناء وجود كيك، يعني إيه أهم الضغوط؟ مش فاهم السؤال، معلش أسأل السؤال تاني. طيب عقبال ما يسأل السؤال تاني هجاوب بقى يعني إيه رام. طيب نجيب الصورة اللطيفة دي. شايفين الصورة دي يا شباب؟ باشمهندس صلاح معلش يعني أكد عليا بس بدل ما أكون بكلم نفسي كل ده. لو تمام. طيب الصورة دي يا باشمهندسين، دي شكل الرامة. يعني إيه رامة؟ رامة دي ببساطة بتكون مكونة من بيستون، البيستون ده بيكون طالع منه دراع بتأثير ما، تمام، بيبدأ يمشي يعني هيدروليك فلويد من خطوط. طبعا هي ممكن تكون مش باينه هنا، هوضحها لكم في صوره تانية. المهم بتملى الشامبر دي. طب الشامبر دي لو زقت البستو يمين، لو زقت البستون يمين او المكبس ده يمين، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الرامه بقى، جسم الرامه نفسه ده اللي هو نص قطر كده يعتبر ونص قطر تاني، هتلاقي ايه بيخش لجوه، وبالتالي كده انا بعمل سيل حوالين الايه الدريل بايب او الدريل سترينج. طب لو ما عنديش دريل سترينج عادي، لو بلايند رام بتقفل على نفسها. حلو. طب لو شيل رام هتقطع الدريل سترينج اصلا، وبالتالي يعني ايه رام من الاخر؟ دي اكويبمنت بتكون موجوده في البي او بي اللي هو البلو اوت بريفنتر. بتعمل ايه اثناء ان انا اتاكدت ان انا عندي كيك؟ خلاص هقفل البير ومش بحفر الشالو زون. في الشالو زون بستخدم دايفرتر، تمام، بحفر مثلا عادي ديب فورميشن، الدنيا تمام معايا، عايز اقفل البير في مشكله انفلكس، هوب هبدا اعمل ايه؟ هدي سيجنال للثري بوزيشن فور واي فالف اللي اتكلمنا عنه امبارح، يبدا يخلي فيه زيت يخش في الشامبر دي، يزق البستون يمين او يزق البستون لجوه، البستون ده والبستون اللي الناحيه التانيه اللي مش باين في الصوره دي اللي هو ده،
تمام، يزقه كده برضو ايه، ويبدأ يخلي الرامة تقرب من بعضيها وبالتالي تقفل. طيب نجيب صورة تانية، دي البلايند رام، دي ما بتقطعش، دي ما بيكونش فيه مواسير في النو سبيس فور دريل بايب، ما فيش مواسير اصلا في البير، وبالتالي بتقفل على نفسها. طب الشير، ثواني، الشير اهي بتعمل شير فورس على الدريل سترينج، وبالتالي بتخلي الدريل سترينج يحصل لها دي فورميشن، وبالتالي بيبدا يحصل لها تنشن لاعلى والاقل لحد ما توصل للنيك بوينت، وبالتالي تبدا تتقطع وتلاقيها اتفصلت، وبالتالي انا بقفل البير وفيه مواسير، وبالتالي بقطع المواسير. الرامه او الشير رام بتقطع المواسير عشان تقفل البير. واحد يقول لي طب يعني ايه اللي خلينا نوصل لكده؟ تخيل معايا ان فيه دريل بايب او دريل سترينج، يعني مواسير موجوده في البير، وجالك كيك، ده وارد اثناء الحفر مثلا، وبالتالي انت تاكدت ان انت عندك كيك، جيت تقفل البير، جيت هتقفل ايه بقى في الاول؟ تقفل الانولر بريفنتر اللي هو ده، ثواني، ده ثواني يا شباب، الانولر بريفنتر ده اللي هو من الاخر قلنا امبارح اهو، الكلوزنج اريا بيخش هنا زيت ببريشر 1500، يزق المكبس ده والبيستون ده لفوق، يأثر على الباكينج اليمنت، وبالتالي يخلي الباكينج اليمنت تعمل سيل زي ما انا كاتب كده اراوند الدريل بايب او الدريل كولر. جيت تقفل الانولر لقيته فيه مشكله، ما بيقفلش، وبالتالي كده نعمل ايه؟ نضطر بقى نقفل مثلا الابر رام، برضو ما بتقفلش، حصل مشكله او قفلت وبيحصل فيها ليك، وبالتالي خلاص بقى اخر كارت معايا اقفل الشير. يبقى انا مش عايز البريمه تولع، انا ما عنديش مشكله ان الدريل سترنج تتقطع في داهيه، معلش انا اسف يعني، في داهيه، اما ان البريمه تولع ملايين ملايين من الدولارات، اما الدريل سترنج حرفيا لو يعني لو في مثلا 5 جوينت رميتهم في الزباله مش هتفرق معايا ككوست، وبالتالي الشير رام اخر كارت معاك انك تقفل البير. تمام، طيب ده بالنسبه للشير رام. نشوف بقى الاسئله، انا ربي كل دي اسئله. ماشي، ما الضغوط المهمه حسابيا اثناء الكيك؟ طيب انت اثناء الكيك قفلنا البير وجالك كيك، خلي بالك انا عايزك يعني تفهم حاجه مهمه، انا دلوقتي جالي كيك تمام وقفلت البير، حلو، خلي بالك انت مش بتفضل قافل البير مثلا اسبوع، لا احنا كده بنهزر، امال بتعمل ايه؟ لا انا بقفل البير لحد ما ابدا اشوف، ها هقتل البير ايه، دريلر ميثود ولا ويت اند ويت، بعد كده ببدا اعمل الكيلينج ميثود بتاعتي. طب افرض انا مش عارف اعمل كيلينج ميثود، وبالتالي لا هقدر اعمل دريلر ولا ويت اند ويت، طب بعمل ايه؟ بعمل الفوليومتريك اللي انا ان شاء الله هنزلها على فيديو قريب على اليوتيوب. طب ببساطه يعني ايه؟ يعني ببساطه طول ما البير مقفول الكيك محبوسه، او يعني عامله زي البالونه كده عايزه تنفجر، بتاثر ببريشر في كل اتجاهاتها الكيك وهي موجوده في الانولس. طب حلو، دلوقتي انا لو فضلت سايب البير فتره طويله الغاز هيفضل في حاله كده ومحترم نفسه واقف مكانه؟ لا، هيبدا يحصل له مايجريشن لاعلى، وبالتالي لو فضل يحصل له مايجريشن وانت قافل البير قافل البير قافل البير قافل البير، ممكن يحصل ايه بقى؟ ممكن عداد الكيسنج اللي هو الشاتنج كيسنج بريشر يعدي كيومت الماسب او الماكسيمم الاوبل انولر سيرفيس بريشر، وبالتالي يحصل ايه؟ يحصل لك فراكشر، يبقى انت عندك كيك وكسرت الطبقه، يبقى انت كده بص يعني استغفر الله العظيم الدنيا باظت معاك بقى، يعني كده انت حوار. وبالتالي انت اثناء الكيك اللي مهم بالنسبه لك قوي الماسب، ما ينفعش الشوتنج كيسنج بريشر يعدي الماسب. طب هتقول لي يا باشمهندس طب انا هعرف الماسب ازاي؟ احنا قلنا من شويه انت عارف الايه؟ انت عارف الفراكشر بريشر بتاع الطبقه من الليك اوف تيست، حلو، وفي نفس الوقت عارف الهيدروستاتيك بريشر بتاع الطفله اللي انت شغال بيها، اكيد انت مش بتعمل بامبنج لدريلنج فلويد بمثلا بمود ويت وما تعرفش المود ويت ده كام، لا لازم تكون عارف. طيب حلو، واتمنى تكون وصلت. اه باشمهندس وائل يعني رد عليا يقول لي تمام عشان بس اكمل الاسئله، اتمنى يعني مهندس وائل لو معايا عشان بس نخلص واحد واحد، اتمنى ما اطولش معاكم يعني عشان يعني محدش يكرهني يعني فعلا، لان الموضوع كان ممكن يطول معانا، بس عادي ما عنديش مشكلة يعني. تمام حلو جدا. طيب في حد بيقول نكمل بقى، استاذ سؤال تاني، هل اثناء اختبار ايه يعني ايه؟ هل اثناء اختبار ليك اوف تيست، هو مبدئيا مش اسمه ليك، ليك دي يعني بحيرة،
اسمه ليك، يعني تسريب، ليك اوف تيست. طيب يعني انا عايز افهم السؤال. طبعا يا باشمهندس اتفضل. المشكلة هو انا عايز اعرف، بس هو سأل سؤال انا مش فاهمه يعني. طب عقبال ما يسأل تاني بقى نشوف الكلام. واحد تاني بيقول ممكن توضيح المقصود بمصطلح اس سي ار بي؟ ده سؤال جميل جدا، حلو قوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب الدريلر ميثود ونبدأ نشوف الدنيا ماشية ازاي. احنا زي ما قلنا قفلنا البير وابتدينا نقرا عداد الدريل بايب هيقرا كام بريشر، كام بي اس اي، وبالتالي ده الشاتن دريل بايب بريشر، وعداد الكيسنج هيقرا كام، وبالتالي ده الشاتن كيسنج بريشر. حلو. طيب انت لما بتيجي تشغل البامب عشان تبدا تعمل سيركوليشن بقى وتطرد الكيك ده، يعني بص في كيك هنا اهو، احنا في الفيرست سيركوليشن بنعمل ايه؟ بنحاول نطرد الكيك ده، بعد كده بنبدا نجيب نجهز الكيل مد ونحقن الكيل مد ونقتل البير. اثناء ما انت بترفع البامب او بتشغل البامب بتزود 5 ستروك بير مينيت، وبالتالي بتلاقي العداد ده بيزيد وده بيزيد. طيب وقلنا بقى بنعالج الحوار ده ازاي؟ بنفتح التشوك عشان نحاول نثبت الشوتين كيسنج بريشر، او ممكن نخلي فيه 100 بي اس اي ترابد في البير، مفيش اي مشكله. طيب عداد الدريل بايب خلي بالك بقى، ده كان 400، ركز معايا، هتلاقيه بقى 460، بعد كده زودنا 5 ستروك بير مينيت تاني بقى 490، بعد كده بقى زودنا يعني استنى زودنا خمس ماشي بقى زودنا 5 ستروك بير مينيت، المفروض يزيد. انا مش عارف ثواني، هو المفروض يزيد ده يعني، معلش انا اسف، الرقم ده المفروض يزيد يا شباب، هو ممكن يكون ده اهو. تمام هو ابتدى يزيد اهو. تمام هتلاقي ان عداد الشوت اند دريل بايب بريشر هتلاقيه بيبدأ يزيد، تفتح التشوك وتظبط حالك ومحتالك هتلاقيه بيزيد بيزيد لحد ما هتوصل للبامب ريت اللي انت عايز تشتغل عليه، اللي الشركه قالت لك انت لما تيجي تقتل يا باشمهندس هتقتل ب 30 ستروك بير مينيت مثلا، مش شرط 30 عامه، ممكن 30 ممكن 50 على حسب بقى الشركه يعني والخبره بتاعه الحفار، مش مهندس الحفر يعني، او اللي هيطبق البروسيس دي. طيب ال 700 دي ايه؟ دي الاي سي بي انيشال سيركليتنج بريشر. الاي سي بي دي بتساوي ايه؟ الشاتن دريل بايب بريشر اللي هي كانت 400 زائد حاجه معرفش هي ايه. الحاجه اللي انا معرفش هي ايه دي، اللي هي الديفرنس بين الاي سي بي والشاتن دريل بايب بريشر، دي السلو سيركليتنج ريت بريشر. يعني ايه سلو سيركليتنج ريت بريشر؟ يعني ده البريشر اللي البامب بتعمله او المجهود اللي البامب بتعمله عشان يحصل سركله او يبدا يحصل سيركيوليشن وانا شغال على البامب ريت ده، حتى من اسمه سلو سيركليتنج ريت بريشر. يعني انا بسركل بريت اللي هو 30 ستروك بير مينت، البريشر الزياده على الشاتن دريل بايب بريشر كام؟ هو الفرق بين الاي سي بي اللي انت قريته على العداد اللي كان 700، شيل منه الشاتن دريل بايب بريشر اللي انت كنت قاريه وانت قافل البير ولسه ما شغلتش البامب، ده السلو سيركوليتنج ريت بريشر. طيب نشوف بقى الباشمهندس قال لي ايه. باشمهندس أنيد، أنا مش أنا آسف لو بقرا اسمك غلط، ما مش عارف الصراحة كأنك كده قلت صح ولا غلط، يا ريت ترد عليا عشان أشوف اللي بعده يعني. واضح واضح، تسلم، الحمد لله. طيب واحد بيسأل سؤال، 30 ستروك بير مينت جه منين؟ سؤال كويس. رولز؟ لا مش رولز خالص، بس هي بتكون بوليسي. يعني ايه بوليسي؟ يعني انت كدريلر بتقول والله يا باشمهندسين لما هيجي كيك هنقتل البير ببامب ريت 30 ستروك بير مينت. ممكن واحد تاني خبره عايز ينجز، عايز يخلي البير بدل ما يقتله مثلا ما اعرفش هيتقتل في كام لان انا ما اشتغلتش في الفيلد، يعني هنفترض ان هو لو ب 30 ستروك بير مينت هيتقتل مثلا في 3 ساعات مثلا. تمام لو انا اشتغلت ب 50 بدل ما اقتله مثلا في 5 ساعات هقتله مثلا في 3 ساعات مثلا، وبالتالي انت كده بتوفر في الوقت. بس انت خلي بالك، ما انت مقابل ان انت بتوفر يعني كل خطوة من اللي انا عمال اتكلم فيه ده
هتعملها بسرعة وبتركيز، وبالتالي انت لو ما عندكش الخبرة الكافية تخاف تعمل الكيلينج ميثود ببامب ريت 30، ممكن تعملها ب 50، قصدي تخاف تعملها ب 50 ممكن تعملها ب 30، فاهمني؟ طب انت خبرة بقى وخلاص، عملت الكيلينج ميثود بيجي 80 مرة طول حياتك، فخلاص انا هشتغل ب 50 ستروك بير مينت، مفيش اي مشكلة، تمام؟ طالما انا مش بأثر على الفراكشر بريشر او مفيش مشكلة، تمام؟ يعني اثناء السيركيليتنج بقى، ان قيمه الاي سي بي دي مش كبيره قوي لدرجه انها ممكن تاثر بقى على الفورميشن، فاهمني يا باشمهندس؟ اتمنى تكون فاهمني. طيب هل ايه لابد استعمال مضخه الاسمنت فقط؟ احنا قلنا هنستخدم السيمنت بامب لانها ادق من المد بامب، وبالتالي ده يعني براكتيكال بيحصل، بيعملوا كده في الفيلد ببساطة، لأن أنت عشان تعمل ليك اوف تيست بقول لك هتحقن من ربع لنص برميل، فقيمة صغيرة قوي. خلي بالك المات بامب إيه، بتعمل بامبنج لقيمة محترمة، يعني مش ربع ونص برميل في الدقيقة. خلي بالك، بص أنا بقول إيه، في الدقيقة ربع ونص برميل، يعني قيمة قليلة قوي، نص يعني ربع برميل في الدقيقة، ده يعني احسب كده في الثانية هيبقى كام جزء من البرميل، فجزء قليل، وبالتالي انت عايز بامب اكيوريت، تعمل بامبنج ده واستخدمه السيمنت بامب مش المات بامب. ممكن تلاقي ان في ابار تانية بتستخدم المات بامب، لكن يعني الافضل اكيد السيمنت بامب. وانا بعمل ليك اوف تيست لكل الفورميشن جديد بحفره، بنسبة كبيرة، حتى لو عندك اوفست ويل. يعني ايه اوفست ويل؟ يعني ابار مجاورة، انت بتبقى عارف قيمه الفراكشر بريشر وكل حاجه، لكن الليك اوف تيست عادي، يعني التيست ما بياخدش وقت كبير، وبالتالي انت يعني مثلا السكشن الجديد اللي انت هتحفره، بالتالي عايز تزود المود ويت او عايز تعرف الفراكشر بريشر بتاعك كام، عشان لما تيجي تصمم بقى كيسنج ديزاين وكيسنج سيتنج ديبس والحاجات دي تبقى عارف انت بتعمل ايه، تعمل ليك اوف تيست مفيش مشكله عادي. وهل اللي بيعمل الاختبار بيكون المود لوجر؟ بص يا باشمهندس، حقيقه انا ما اعرفش مين اللي بيعمل الاختبار ده، عشان ما اكونش بفتي، يعني انا ما اشتغلتش في الفيلد قبل كده، وبالتالي انا مش عارف مين اللي بيعمل الاختبار بتاع الليك اوف تيست، لكن التيست كتيست احنا فهمنا بيحصل ايه او بيحصل ازاي، وبالتالي الصراحه انا مش هيفرق معايا مين اللي بيعمله، تمام؟ انا فريش جرادويت، مش خبره مثلا 10 سنين، فعادي يعني. انا بالنسبه لي مش شايف ان ده عيب ان انا اقول ان انا في حاجه يعني مش عارفها، طالما حاجه مش تكنيكال مش هيفرق معايا مين اللي بيعمله. طيب استاذ، الوقت اللازم لقفل البير، الوقت اللي لازم لقفل البير لما انا ببدا الاقي بوزيتيف وورنينج ساين. طيب الوورنينج ساين دي بتخليك تشك ان هل في كيك ولا لا. طيب لو لقيت بقى ان ابتدى الوورنينج ساين دول يتحولوا لبوزيتيف انديكيتور، لا ده معلش انا اسف، انا البير ستاتيك ويعني سبت البير، قفلت البمبات ولسه بيفلو، عملت فلو تشيك يعني، فلقيته بيفلو، ده معناه ان في حاجه، في مصيبه جايه لي من تحت، وبالتالي لازم اقفل البير. يبقى هي مش الوقت اللازم، يعني اللي هو كام دقيقة، مش بتتحسب كده، هو من خلال warning sign او من خلال positive indicators بتبدأ تحدد هل هتقفل ولا ما تقفلش، تمام؟ طيب مشكور، الحمد لله، ربنا يكرمك يا باشمهندسين يا رب، اتمنى اكون بفيدكم. مش عارف ايه ده، ايه اللي يخليني اختار طريقة قتل البير؟ حلو، يعني دريلر ولا ويت اند ويت؟ سؤال كويس. طيب بص، مبدئيا لو انت عندك افيلابيليتي انك تخلط او تعمل ميكسنج للكل مض في وقت سريع، في الوقت اللي انت قفلت فيه البير ومستني انك تقتل، اشتغل ويت اند ويت، لان الويت اند ويت بتوفر معاك في الوقت، وكل ما توفر معاك في الوقت الريك تايم ده خلي بالك غالي، يعني انت مش فاكر كانوا بيقولوا لنا يعني في الكتب ان ايجار بريمة الحفر في الساعة، لا رقم حلو بالدولار يعني مش هزار، وبالتالي انت لو كل ما تقدر توفر وتكون في السيف زون تمام قوي، وبالتالي انت لو الكلمة ده تقدر تخلطه بسرعة تقدر تقتل ويت اند ويت. طيب لو عايز توفر في الوقت اقتل ويت اند ويت، لو انت ما عندكش امكانية انك تعمل الكيل مود في وقت سريع، وبالتالي انت قافل البير مثلا بقالك فتره وخايف ان الموضوع بقى يبدا يحصل مايجريشن للغاز ويحصل لك مشكله، او لا قدر الله عداد الكيسنج يقرا الماسب فيحصل لك في فراكشر، وبالتالي بتبدا تعمل ايه، بتبدا تختار الدريلر ميثود. الدريلر ميثود بتكون يعني
كبروسيدور ككل بتكون طبعا بتاخد وقت اكتر من الويت اند ويت، لكن هي بتكون امنه والدنيا تمام، وايه بتحس ان الموضوع كده ايه يعني اسهل، حتى من اسمها كده اسمها ايه دريلر ميثود، طريقه الحفار. يعني ممكن يكون اصلا، انا اسف يعني مش قصدي حاجه، بس ممكن يكون ده يعني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ويعرف يقتل البير بالدريلر ميثود، لان ما فيهاش حسابات. ثبت يا باشمهندس شاتن كيسنج بريشر، اعمل مش عارف ايه لما البامب توصل ل 30 ستروك بير مينت، تشوف الاي سي بي، حاول مش عارف تعمل ايه، تبدا تحقن الكيل مض وتخلطه وتعمل كذا كذا كذا، اطرد السيركوليشن مش عارف، اطرد الكيك ازاي، مفيش حسابات. طب الويت اند ويت، لا الويت اند ويت فيها حسابات، ولو تلاحظ انا كنت عمال اقول لك هنشوف الاي سي بي ونحسب الاف سي بي ونشوف الفرق ما بينهم ونقسمهم على الفوليوم بتاع الدريل سترينج، فنبدأ نعرف عدد الاستروكات كام اللي البامب هتعملهم عشان الكيل مد يوصل للدقاق، بعد كده ابدا اشوف التايم ده قد ايه، بعد كده ابدا اعمل الجدول واشوف كل 100 استروك ايه اللي هيحصل، الدروب هيحصل في البريشر منطقي ولا لا. شوف كل الحوارات دي حسابات، كل ده حسابات، وكل ده بيتكتب في الكيل شيت. طب واحد يسألني سؤال، يا باشمهندس لو احنا بنعمل دريلر ميثود هل هنعمل كيل شيت؟ اه عادي تعمل كيل شيت، بس انت الكيل شيت بيبقى يعني دوره مهم قوي 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 في الويت اند ويت، لان انت ما قدامكش غيره، تمام؟ يعني هو ده هو ده الوحيد اللي بيقولك انت شغال صح. طب الدريلر ميثود، في الدريلر ميثود انت كده كده بتشتغل رول اوف ثامب، يعني انت خطوات وعارف انت بتعمل ايه وبتفتح ايه وبتقفل ايه وتثبت ايه، وفي نفس الوقت الكل شيت اللي انت عامله ده بيباك اب عليك، يعني بيأمن عليك ده انت ايه، انت شغال البروسيدور بتاعتك كده ايه يعني ممكن نقول بطريقة سلسة، وفي نفس الوقت الكل شيت اللي انت عملته ده او الجداول اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي واللي هتلاقيها بالتفصيل في الكيل شيت ان شاء الله لما ارفع لكم الفيديو دي، بقى بتباك اب عليك تقول لك اه تمام انت كده شغال زي الفل، انت كده تمام فعلا، الاي سي بي اهي بتقل لحد ما وصلت للاي سي بي في عدد الاستروكات ده، وبالتالي انت كده مستفيد. فاهمني اللي كان بيسأل؟ يعني يا ريت يقول لي تمام باشمهندس ايه، مش عارف يا شباب والله بجد انا اسف مش قادر، مش عارف اقرا اسمائكم، باشا لوتري او حاجه كده يعني، يعني يرد عليا يقول لي تمام، لو تمام يعني حبيبي حبيبي يا هندسه ربنا يكرمك يا رب. طب حد عنده اسئله تاني؟ حد عنده سؤال؟ بصوا يا شباب احنا يعني ماكسيموم دلوقتي الساعة 10 و12 دقيقة، ماكسيموم قوي 10 وتلت، 10 ونص ل 5، يعني قدامنا حوالي 10 دقايق، فلو حد عنده أسئلة يسأل، ولو حد نفسه يسألني في بعدين أنا ما عنديش أي مشكلة، ممكن يبدأ لو حد عنده أسئلة بعدين يعني ممكن يبقى ببعت له لينكد إن بروفايل بتاعتي ويكتب لي عادي، يبعت لي في الدايركت وهرد عليه أكيد، تمام؟ يعني يعني عادي يعني مش منين ما السيشن دي تخلص خلاص كده مش هنشوف الباشمهندس تاني، لا عادي ممكن تتواصل معايا على التشانل في كومنت لو حابب، عايز تتواصل معايا على لينكد ان تمام، عايز تتواصل معايا على الميل شغال عادي يعني. طيب انا مستني بقى لو حد هيبعت حاجة تاني. هو انا فاتح المايك، انت كل ده مش سامعني؟ فاتح المايك، اه افتح لك المايك، اوكي ماشي، معلش يا باشمهندس صلاح هيفتح لباشمهندس عبد الحميد المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس الحمد لله بخير، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. أول مرة أنا بكتيريا أخش مش سامع معلش. بتعرف أول مرة أنا أخش عندي جديد يعني المباراة، بالمناسبة يعني طريقة الاختبار بعدين كيف تحضر لها كيف تقراها البنية. اختبار ايه بالظبط ليكوا في تيست؟ اوكي تقصد اه الامتحان يعني ماله بقى؟ كيف تحضر لها كيف تدرس لها، فهمت علي؟ انا هو جديد الموضوع علي وانا ما زلت طالب، فهمت شو تخرج تمام تمام مفيش مشكلة، انت تقصد يعني تحضر له ازاي بحيث انك تنجح فيه وتجيب درجة بالضبط كويسة؟ بالضبط، حلو فهمت قوي. علي؟ طيب بص يا باشمهندس مبدئيا ان شاء الله
السيشن اللي هتنزل دي 1 على قناة اس بي اي كايرو اللي باشمهندس صلاح هيبعتها لكم على الواتساب جروب ان شاء الله، دي 1 بارت 1 وبارت 2 ودي 2 اللي هو النهارده، تمام كده؟ دول هيترفعوا ان شاء الله، بلس فيديو الكيل شيت اللي هينزل على قناتي اللي هي قناة بترو بارل، ده ان شاء الله هنزله يا اما النهارده بالليل يا اما بكره الصبح باذن واحد احد. طيب ده تتفرج عليه لانه مهم. طب حلو قوي، شفت دول كفاية قوي، دول يخلوك تجيب 90% في الامتحان، ما شاء الله تمام؟ كويس. حلو، وانا مش ما هعقد شاء الله عليكم عليك. الدنيا، يعني انا هسأل اسئلة مش في تفاصيل، انا هسأل اسئلة في هل انت فعلا سمعت الريكورد، انت فاهم انا بتكلم في ايه ولا لأ، بس حلو كده. طيب انت بقى عايز تزود، عايز تزود في بعدين، ممكن تشوف البلاي ليست اللي موجودة على قناة بترو بارل، هتلاقي تشوف بقى انت حابب بقى، تشوف بقى الدريلينج سيستم، تشوف ستاك بايب، تشوف بقى ويل كنترول، مثلا تريب تانك، يعني ايه تريبنج دراي، يعني ايه تريبنج ويت، شوف بقى الحاجات دي هتلاقيها على القناة، يعني عيش بقى براحتك، تمام؟ في ديزاين هندسة. ديزاين هينزل قريب، انا للاسف لسه ما عملتش ويل ديزاين على الشانل، لكن في ويل ديزاين زي كيسنج ديزاين، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو السيمنت بروجرام والمود بروجرام، كل الكلام ده بيتحسب ازاي، والدريل سترينج ديزاين طبعا مهمة، بس للاسف الحاجات دي كتحضير بتكون، يعني بتكون تقيلة شوية، يعني اللي هو ايه، هي بالنسبة لي كفهم بسيط، والباوربوينت يبان ان هو عادي سيمبل، بس ده بياخد مني وقت كبير قوي والله بجد عشان احضره يعني، فانا اكيد منين ما يجهز هعمل كده ان شاء الله. ربنا يكرمك يا باشمهندس يا رب، وينفعنا بالله رب اللي علمناه. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك بالنسبة للسيشن بتاع امبارح وبالنسبة للليك اوف تيست واللايف طب والفايت دي ثواني والكلام ثواني ده معلش ثواني بعد إذنك، بس خليك معايا ثواني ثواني. اتفضل هندسة معاك. بالنسبة لحضرتك برضه، بالنسبة للسيشن بتاع امبارح وبالنسبة للنهارده اللي هو التيست والاف اي تي، حلو ان شاء الله حضرتك وانا هجيب رسالة ايدي كده رسالة الحاجة اللي انا بقراها هتلاقيها هتلاقيها مكتوب فيها كده. ماشي جميل. شغال فين يا باشمهندس؟ طيب ما شاء الله، الله اكبر، شوف لي شغل. طيب انا لسه قدامي جيش يعني. امين يا رب العالمين حبيبي، والله تسلم لي. طيب انت يعني تايه في ايه بالظبط في الكيلينج ميثود؟ طيب خالص حلو. طيب انت دلوقتي شفت حاجة طبعا على القناة ولا خالص ما شفتش؟ حلو، يعني انت تقصد الكيل شيت عايز تفهم فيه تفاصيل او بنملاه ازاي طرق القتل. طيب طب اختار حاجة من الاتنين، مش هشرح الاتنين، اختار حاجة، ويت اند ويت او دريلر ميثود. ماشي احاول كده اختصر على قد ما اقدر، ويا رب يا رب افيدك. ليها فيديو والله حوالي 10 دقايق، المختصر المفيد بجد، اتمنى تشوفه والله بجد، يعني هيفيدك قوي، بس انا عادي، انا ما عنديش مشكلة عادي، في يعني كويك ريفيو كده سريع 5 دقايق ولا حاجة، وبحيث ان انت يعني ممكن نقول ده انترودكشن للي جاي. طيب حبيبي حبيبي حبيبي، طيب ماشي. طيب ثواني، طيب احنا انا دلوقتي ممكن تقفل المايك عادي، عشان بس ساعات بسمع صوتي صدى صوت، ولو في حاجة وقفني عادي. طيب احنا اول حاجة بنعمل ايه؟ انا دلوقتي تأكدت ان انا عندي كيك، ودي يعني خلاص بقى من الورنينج ساين ومن الحوارات اللي احنا اتكلمنا فيها، او يعني الحاجات اللي موجوده على النت، او من الخبره بتاعت الدريلنج انجينيرز اللي حوالينا في كيك، قفلنا البير. طب انا دلوقتي عايز ابدا اعرف بقى
هقتل البير ازاي؟ خلاص بقى انا قفلت سواء سوفت او هارد، هنفترض ان انت فاهم دول، مش مشكلتنا خالص ككيلينج ميثود خالص. طيب انا دلوقتي حلو، حلو قوي، جميل قوي. طيب قفلنا البير وابتدينا بقى خلاص نكرر البوليسي مثلا بتاعت الشركة، لا هنقتل ويت اند ويت، او هنقتل دريلر، هنفترض ان احنا هنقتل دريلر ميثود. جميل، يعني انا جالي كيك قفلت البير، بعد كده بعمل ايه؟ بقرا قيمة الشاتن كيسنج والشاتن دريل باي بريشر. حلو قوي. طيب تيجي تسألني سؤال، هتقول لي هندسة دلوقتي البوتوم هول بريشر، ثواني بقى معلش كده. تمام زي الفل. البوتوم هول بريشر 5000، والشاتن دريل باي بريشر 400، والشاتن كيسنج 550. هنا سؤال، ليه الشاتن كيسنج اكبر من الشاتن دريل باي بريشر؟ سؤالي ليك، ليه؟ لو افتح المايك هندسة ورد عليا. ليه 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 ده اعلى من ده؟ ليه الشاتن كيسنج اعلى من الشاتن دريل بايب؟ طيب واحدة واحدة. حلو قوي، جميل. فلوت فالف، تمام. هنا في كيك، حلو، هنا في كيك، وبالتالي البوتوم هول بريشر كام هنا؟ 5000. طيب الهيدروستاتيك بريشر بتاع المض اتقل ولا الغاز؟ حلو. انا دلوقتي لما يبقى المض مأثر داون وورد لتحت بالهيدروستاتيك بريشر في الدريل سترينج لاسفل، والعمود ده كله طفله، وهنا في بريشر 5000، هنا الفرق بين البوتوم هول والهيدروستاتيك بريشر بتاع المض يخلي ان في بريشر يأثر على الجيج ده، او يأثر على الستاند، يعني الستاند بايب، وبالتالي يبدأ يقرا لك ايه؟ شاتن دريل بايب بريشر 400. طيب نفس الفكرة هنا، هنا ايه؟ انا عندي بوتوم هول بريشر 5000، وهنا في هيدروستاتيك بريشر، بس في حاجة هنا الهيدروستاتيك بريشر بتاع المض قل، يعني كدبس قل عن ده، وبالتالي هنا وجود الغاز الهيدروستاتيك بريشر بتاع الغاز اكبر ولا اقل من الطفلة؟ بالظبط بالظبط بالظبط، تمام. ايوه حلو قوي. فانت لما تيجي تلاقي هنا في وجود كيك اللي بتأثر ببريشر اقل من الطفلة، وبالتالي ده بيأثر لأسفل، بس بيأثر ببريشر تعبان، وهنا في برضه هيدروستاتيك بريشر طفلة بتأثر لأسفل، وهنا في بوتوم هول بريشر بيأثر لأعلى. طب عشان يحصل اتزان هتلاقي ان قيمة الشاتن كيسنج بريشر بتعلى عشان تأثر لأسفل، وبالتالي تعوض الفرق بين ايه؟ بين وجود الغاز عن وجود الطفلة. فاهم انا بقول ايه؟ تاني انا دلوقتي انا عايزك نبص نمشيها سهوم، البوتوم هول بريشر بيأثر لفين؟ حلو، ب 5000. جميل. طيب الجاز كولوم ده بيأثر لايه؟ لا انا قافل البير، بيأثر لأسفل، والهيدروستاتيك بريشر بتاع المض حلو، والشاتن كيسنج بريشر ايوه هو قافل الحتة دي اللي انا بشاور عليها صح، وبالتالي هو بيأثر لأسفل برضو صح. تمام، انا لما يبقى عندي هيدروستاتيك بريشر هنا بقيمة ما، وهنا هيدروستاتيك بريشر اقل من اللي هنا، ركز، وهنا في بوتوم هول بريشر عايزه، يعني من الاخر انا عايز كل البريشرات دي، ده وده وده يتعادل مع ده، وبالتالي ده الكولوم بتاع المض بالنسبة للكولوم بتاع المض ككل اقل ولا اكبر؟ اقل. وهنا في غاز يأثر ببريشر اكبر ولا اقل من الحتة دي؟ اقل، وبالتالي ده محتاج يزود نفسه عشان يخلي البوتوم هول بريشر تتزن. تفهم انا بقول ايه؟ وبالتالي انت لو جيت تبص هتلاقي ان الشاتن دريل بايب بريشر يورو 400 في حالة ان البوتوم هول بريشر 5000، لان هنا في طفلة تقيلة، اما هنا في جزء طفلة وجزء غاز خفيف، وبالتالي ده لازم يزيد عشان يعوض الفرق ده ويأثر لتحت. فاهمني؟ وصلت دي؟ الحمد لله، حلو قوي.
طيب احنا بقى ككيلينج ميثود بنعمل ايه؟ بنبدأ نريز البامب ريت، يعني اشغل البامب على 5 ستروك بير مينيت. بعد كده بعمل ايه؟ ببدأ افتح التشوك. لو انت كنت اشتغلت على سيميوليتور اكيد وزر فورد فيها سيميوليتور للدريلنج، فهو احنا طبقنا ده اصلا في شركة اي دي سي، يعني اكيد انت عارف شركة اي دي سي. وبالتالي انت كل ما بتزود البامب ريت 5 مثلا ستروك بير مينيت بتفتح التشوك. طب ليه؟ عشان اخلي الشوتين كيسنج بريشر ثابت، عشان اخلي الشاتن كيسنج بريشر ثابت. طب الشاتن كيسنج بريشر ده لو قل ايه المشكلة يعني؟ قول لي كده. لا قل مش زاد، ركز في الكلام. الشاتن كيسنج لو قل هيجي لك كيك تاني، لان انت كده ما حافظتش على البوتوم هول بريشر، صح؟ معايا؟ حلو. طيب تعالى نمشيها بروسيديور بقى. جالك كيك، قفلت البير، لقينا قيمه للشاتن دريل باي بريشر، قيمه للشاتن كيسنج. حلو قوي. بعد كده هبدا اشغل البامب بقى. خلاص يا باشمهندس هنقتل دريلر، جميل. هبدا اشغل البامب ريت 5 ستروك، هلاقي الشاتن كيسنج بريشر بيزيد، وبالتالي المفروض افتح التشوك اخليه 550 زي ما كان في الاول. طب بقى بما انك راجل شغال، بما انك راجل شغال في فيلد، ده ما بيحصلش. امال بيحصل ايه؟ بيخلي فيه 100 بي اس اي او 200 بي اس اي تربد في البير. ليه؟ علشان لو قل عن 550 دي 1 بي اس اي هيحصل ايه؟ لا هيجي لك كيك تاني برضو. تمام زي الفل. حلو. وبالتالي انت يعني مثلا 550 دي لو 600 عادي، 650 شغال. اهم حاجة ده ما يعديش الماسب، لان ده لو عدى الماسب ممكن يكسر لك الفورميشن هنا على الحته اللي بشاور عندها دي، زي ما شرحنا بقى في الليك اوف تيست والحوارات دي. تمام. طيب هنزود البامب ريت 5 ستروك بير مينيت، هتلاقي برضو الشاتن كيسنج بريشر بيزيد. بقى احنا نمشيها بروسيديور زي ما الكتاب بيقول، هفتح التشوك اخليه يدروب ال 550، وهكذا وهكذا وهكذا. هنفضل نمشي الحوارات دي لحد ما اوصل للايه، للبامب ريت اللي انا محتاجه اللي هو 30 ستروك بير مينيت. تلاحظ حاجه، ركز. ده بص على ده، كان في الاول كام؟ كان 400 باين، دلوقتي 540 مثلا، بعد كده بقى 620، بعد كده لحد ما وصلنا لل30 بقى كام؟ 700. حلو. لما انا افتح التشوك واحافظ على الشاتن كيسنج بريشر او اخلي فيه 100 بي اس اي تربد في البير، مفيش مشكله عادي. حلو. البريشر اللي هنا بقى ده 700 ده اسمه ايه؟ اي سي بي. يعني ايه اي سي بي؟ عارف؟ ماشي. اللي هو الانيشال سيركوليتنج بريشر، او ده بيساوي ايه بالراحه بقى؟ بيساوي الشاتن دريل بايب بريشر اللي هم كانوا 400 بي اس اي اللي احنا قريناهم لما قفلنا البير. معايا؟ هتزود عليهم السلو سيركوليتنج ريت بريشر اللي انا هعرفه منين ده؟ طيب يعني ده 400 وده عرفت منين ان ده 300؟ يعني مش عارف ازاي. قبل ما توقف يعني قبل ما تقفل البير؟ طب ليه؟ ليه الحوارات دي؟ لا لا هقول لك الموضوع ابسط من كده كتير. مش ده عداد؟ لما وصلت ل 30 ستروك بير مينيت، انت عايز تزود البامب ريت تاني ولا كاك؟ خلاص تمام تمام صح. انت اهو ما قالوا لك في الشركه اقتل على 30، خلي البامب ريت بتاعك اثناء الكيلنج 30 ستروك بير مينيت او 50 على حسب هم طالبين كام. معايا؟ حلو. هنفترض 30. حلو. الاي سي بي هنا لقيته، انا لقيت العداد بتاع الشاتن دريل بايب بريشر قاري 700، وانا قبل ما اشغل البامب كنت عارف ان الشاتن دريل بايب بريشر كام. يبقى السلو سيركليتنج ريت بريشر كام؟ بس حلو. يبقى انت بتقدر تعرف الاس سي ار بي منين؟ تقدر تعرفها من الفرق بين الشاتن دريل باي بريشر والاي سي بي. حلو كده، جميل جدا، الحمد لله زي الفل. طيب ابتدينا بقى نسيركل، ابتدت بقى الطفله بقى تزق الكيك لاعلى، الكيك هتلاقيه بيتحرك لفوق. طيب عارف ليه الهايت هنا قل؟ يعني الهايت هنا كان كبير، ليه قل لما دخل هنا؟
طلع من ال ايه؟ كان هنا، طلع هنا. حلو، ماشي. طب ما المفروض، ماشي، ما هو بناء على كلامك ده لما هو يطلع هنا المفروض يكسباند، ليه قال كده؟ طيب واحدة واحدة، هنا الانولر كاباستي اكيد عارف يعني ايه انولر كاباستي. الانولر كاباستي هنا اصغر ولا اكبر من هنا؟ حلو، لما الانولر كاباستي تكون صغيرة وحجم الكيك يعتبر ثابت، يعتبر ثابت، هيحصل ايه؟ هيدي هايت كبير ولا قليل؟ مظبوط، ده كلام منطقي. لما يخش هنا الانولر كاباستي اكبر ولا اقل؟ اوسع، وبالتالي نفس يعتبر حجم الكيك، او الكيك عمل حصل لها اكسبانشن بسيط قوي يعني من هنا لهنا، مش حوار، وبالتالي هتلاقي ان الهايت ماله يقل لان الانولر كاباستي كبرت. بس طب اما بنيجي نطلع شويه هتلاقي بقى، بص الكيك بيبدا يكبر ليه؟ بيكسباند، لانه بيقرب للسيرفس. معايا؟ حلو قوي، لحد ما نوصل للنقطة دي بقى. النقطة دي بقى يعني بص، دي حتة كده فنية بقى. ليه النقطة دي أخطر نقطة هندسة؟ فكر كده معايا. طب حلو كده الكيس دي، ماشي، الكيس دي خطر ولا دي؟ ليه؟ أيوة ليه يعني، اشمعنى؟ طب ما هو بص بص، ركز ركز، عداد الشوتين كيسنج زاد. ايوه حلو، يعني النقطة دي كده امان. طب ما ده بيزيد، ده بيزيد هندسة، امان ولا مش امان؟ خلي بالك انا انا بلعبك شوية عشان تفهمها المدى الحياة. حلو، بص حتة، بص حتة بعيد، بص هي حتة الغاز بعيد عنها دي مش هي دي المعضلة عامة، مش هي دي المشكلة. المشكلة كده في ايه؟ النقطة دي دلوقتي البريشر اللي بيأثر عليها ايه؟ مش كل اللي فوقيها؟ حلو، اللي فوقيها ايه دلوقتي؟ وايه؟ لا مش مض بس. حلو، واحدة واحدة، مض بس، مش مض بس، مض وقيمة البريشر بتاعت الشاتن كيسك اللي بتابلاي لتحت، صح؟ طيب في الحالة دي النقطة دي ايه اللي بيأثر عليها؟ مظبوط، والشاتن كيسنج، بس الشاتن كيسنج زاد، الشاتن كيسنج لما يزيد دي مشكلة بالنسبة للنقطة دي؟ لا لا مش مشكلة. هتقول لي ليه؟ قول لي، قول عادي. هو ليه النقطة دي مش خطر طالما الغاز دخل جوه؟ لأن النقطة دي ببساطة عند الكيسنج، شو البريشر هنا أو اللي بيأبلاي على النقطة دي بيأبلاي عليها كمية أو البريشر أو ضغط الشاتن كيسنج، وبيأثر عليها الهيدروستاتيك بريشر ده. طب هنا دخل غاز، الهيدروستاتيك بريشر بتاعه أخف ولا أتقل من الطفلة اللي كانت موجودة في الحالة دي؟ اخف، وبالتالي هنا الاوفر اول ده زائد دي زائد دي زائد دي اقل من دي زائد دي. فاهم انا بقول ايه؟ بس وبالتالي انت تخاف امتى؟ لما التوب بتاع الجاز كولوم يوصل للكيسنج شو، فانا اخاف من ايه؟ اخاف لما التوب اوف جاز كولوم يوصل للكيسنج شو، وبالتالي لو الشوتنج كيسنج بريشر عدى الماسب في الحالة دي هكسر الطبق. طب في الحالة دي لو ده عدى المسب مش مشكلة. هتقول لي ازاي مش هنكسر الطبقة؟ لا مش هنكسر الطبقة. ليه؟ لأن لو تفتكر كنا بنحسب المسب ازاي، بنقول المسب بيساوي الفراكشر بريشر تحت الشو ناقص الهيدروستاتيك بريشر في حالة ان كان في طفلة، اما هنا مفيش طفلة بس في طفلة وغاز. فهمتني؟ حلو قوي. بس الغاز بقى يبدأ يطلع،
على المدجر سيبريتور. حلو. بعد كده بقى بص بص لاحظ بقى، هتلاقي الاي سي بي 700 وهنا 400. 400 دي بتفكرك بايه؟ صح مظبوط. في حالة ان مفيش، خلي بالك دي كانت قراية الشوتن دريل باي بريشر في حالة لما كان في طفلة بس، فاكر؟ طب هنا الاي سي بي بما انها شغالة فهتقرا كام؟ او يعني البامب شغالة وبالتالي الاي سي بي بكام؟ 700، منطقية يعني. حلو. بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ خلاص كده انا خلصت الفيرست سيركيليشن، هبدأ اترن اوف البامب واحدة واحدة بقى. طيب لما هترن الاوف بامب الاي سي بي ده هيقل ولا هيزيد ولا هيحصل له ايه؟ حلو. وده هيقل ولا يزيد؟ طب ده انا عايزه يقل، ما ده لو قل هيجيلي كيك تاني، اعمل ايه؟ بغششك اهو اهو معايا. هتقفل التشوكه يعني، هتخنق على التشوكه بس مش تقفلها كلها، بتقفلها جرادولي واحده واحده يعني. يعني مثلا ده مثلا قال يعني مثلا هو ايه، وانت بتقل ده 400، فانا مش عايزه يقل عن ال 400، وبالتالي ده لما يقل، وبالتالي عشان كده كنا بنقول ان احنا بنخلي فيه 100 بيس سايت ربد في البير. فلما اجي اطفي البامب واحده واحده لقيت مثلا من 480 ابتدت تبقى 460، فخنق على التشوك قبل ما تقل عن ال 400، لانها لو قلت عن 400 هيجي لك التاني، فاهمني؟ بس دي الفكره. دي كان الفيرست سيركيليشن، دي اصعبهم على الاطلاق. طيب انا عارف ان ممكن تكون ناس من اللي حاضره يعني اتخانقوا مننا، بس عادي انا ما عنديش مشكله، اقسم بالله عادي خالص. لا لا ولا يهم. ولا يهمك يا هندسه، ولا يهمك ولا اي كلام. طيب احنا دلوقتي حبيبي ولا اي كلام عادي مفيش مشكله، احنا كده خلصنا الفيرست سيركيليشن. فهتلاقي بقى بص البوتوم هول بريشر 5 حافظ عليه، عداد الدريل بايب والشوتين كيسنج الاتنين زي بعض لان مفيش غاز، صح؟ طيب حلو قوي. بعد كده يا باشا يعني معلش بقى ثواني خليك معايا عشان بس الحوار ده مضايقني يعني، هاخد الزيرو ده كده اوديه تحت. هنا دلوقتي لو جينا نقول علاقة بين البامب ستروك، انت اللي هتقول لي دلوقتي انا مش هقول حاجة، وبين البريشر، هنا احنا كنا شاطين دريل باي بريشر، افتكر بقى الارقام كانت كام؟ مثلا كانت 400. طيب بعد كده زادت ل 700، الحالة دي بتاعت ايه؟ انا كده عملت ايه؟ لا ثواني، انا عشان اوصلها، ايوه بالظبط عشان ارفع البامب، صح كده البامب عن شغال عن 30 ستروك بير مينيت، صح؟ جميل جدا. بعد كده هتلاقي نفسك طول ما انت الاستروكات مكمله هتلاقي ان الاي سي بي ثابت. تقول لي ليه ثابت؟ اقول لك خلاص لان انت مثبت الاي سي بي وفي نفس الوقت ما فيش غاز في الدريل بايب، صح؟ وبالتالي الاي سي بي هيفضل ثابت. طيب بعد كده لما هتطفي البامب الاي سي بي ده هيقل لايه؟ ركز بقى كده، هيقل لايه؟ صح اهو، نزل اهو، حصل له دروب وبقى 400، جامد. طيب بعد كده بالنسبه بقى للشاتن كيسنج كان كام؟ افتكر كان 550. طيب وانت بتسيركل الشاتن كيسنج بريشر هيزيد ولا يقل؟ مظبوط هيزيد. النقطه دي الغاز فين؟ النقطه حلو، يعني اقصى قيمه للشاتن كيسنج بريشر الغاز فين؟ صح، لما الغاز يبدأ يطلع من على السيرفس او يطلع يعني ويروح على المدجر السيبريتور هيبدأ يحصل له ايه؟ الشوت انكيسنج بريشر هيدروب لحد ال 400. طب وطول ما انت شغال في الاستروكات هتلاقيه خلاص قفلوا على بعض، يبقى كده الشوت ان دريل بايب بريشر والشوت انكيسنج بريشر مالهم 400 بي اس اي بالظبط. دي الفيرست سيركيليشن يا باشا. طيب سكند سيركيليشن هتحسب الكيل ماد ويت، شايف ان في مشكلة في اللي انا كاتبه ده؟ قول كده يعني اكمل على ده ولا خلاص؟ طيب انت حسبت الكيل ماد، قلنا الانيشال ماد ويت اللي انت كنت شغال بيه في البداية، ببدأ ازود عليه الشوتن دريل باي بريشر لكن ده بالبي اس اي فبحوله للبي بي جي فبقسمه على 0.252 في الترو فيرتيكال ديبث. حلو. طب ليه شوتن دريل باي بريشر مش شوتن كيسنج؟ سؤال ليك اهو. اه
بص عامة هي مش هتفرق قوي، لكن احنا بنتعمد بنشتغل بالشاتن ريل باي بريشر، لان انا عارف ومتأكد ان مستحيل الحتة دي يخش لها غاز، صح؟ بس وبالتالي انا باخد باخد يعني قيمة البريشر دي، بدل ما هي بتابلاي لتحت، لا انا بحاول الغيها واعوض، او اجيب طفلة كل تقتل او تعوض القيمة دي والقيمة دي معايا. بس كده ده الكل مضويت. بس بعد كده بتبدأ تشغل البمب تاني واحدة واحدة، وتفتح التشوك تدريجيا عشان تحافظ على الشوتين كيسنج بريشر ثابت. ماشي حلو. لا لا ولا يهمك، عادي والله. طيب بعد كده ايه اللي بيتم بقى؟ نيجي للسكند سيركوليشن، هبدأ احقن الكل مد، فهتلاقي الدريل بايب بريشر بيقل لان ده تقيل، وبالتالي من الاخر انا مش عايز البريشر اللي هنا خلاص، يعني كاني بقول لك انا هشيل من عليك الحمل بكل مد يا عم، تمام؟ وبالتالي الدريل بايب بريشر هتلاقيه بيقل يقل يقل لحد ما يوصل لايه بقى؟ نركز، يعني مش هيوصل لزي، لحد ما يوصل للاف سي بي. هي دي بقى التركه، يعني ايه؟ واحده واحده. السكند سيركيليشن الاي اي سي بي زي ما قلنا، ده انت ما عندكش مشكله فيها. حلو. في بقى انا دلوقتي لو تخيل ان انا عملت ستوب كده هنا، يعني هو مش هيحصل ستوب في الحقيقه، بس يعني كاننا ايه، عملنا سكرينه كده ووقفنا، يعني وقفنا وقفنا الزمن وبنحاول نفكر، الاي سي بي في الحالة دي هيدروب، هيقل ولا يزيد؟ صح. الشاتن دريل باي بريشر هيقل لحد ما يوصل لإيه؟ لا ركز، واحدة واحدة بس، واحدة 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 معايا، واحدة واحدة معايا. الاي سي بي ده معناه ان انا مشغل البمب، صح؟ وكان 700، مظبوط. حلو. دلوقتي الشاتن دريل بايب بريشر ده هيقل ولا يزيد وانا بحقن الكل مد؟ هيقل لحد ما يصفر، لحد ما يبقى زيرو. في المقابل بقى السلو سيركيليتنج ريد بريشر هيقل ولا يزيد؟ هيزيد. ودي بقى حته ده اي دبليو سي اف شويه، ان ايه؟ ان احنا بنقول ان الاف سي بي بتساوي زيرو، اللي هي قيمه الشاتن دريل بايب بريشر اللي هي اصلا اختفت، طيب زائد السلو سيركيليتنج ريد بريشر الفاينل. طب السلو سيركيليتنج ريد بريشر الفاينل ده بيساوي ايه؟ بيساوي التيرم اللطيف ده، السلو سيركيليتنج ريد بريشر الانيشيال اللي هو كان 300، هضربه في الكيل مود ويت على الاوريجينال مود ويت. يبقى انا كده حسبت الحسبه دي هتلاقي اعلى من 300 حاجه بسيطه، هتلاقي مثلا 323 مثلا. معايا؟ حلو قوي. انهي حته؟ طيب الاف سي بي هيحصل لها دروب من، يعني هي كانت اي سي بي في الاول، بعد كده هتتحول لاف سي بي امتى؟ لما يحصل ايه؟ لما الكيل مض يوصل للدقاق في الشاتن دريل بايب، صح؟ والبامب ستيل شغاله، مش في سيركيوليشن، وبالتالي السلو سيركيوليتنج ريد بريشر هيبقى 300 زي في البدايه. لا، لان انت خلي بالك انت بتعمل ايه، انا بعمل سيركوليشن لكل مض مش مض عادي. وبالتالي بنحسب ده ازاي؟ بنقول ان ده بيساوي السلو سيركوليتنج ريت بريشر اللي كان في البدايه اللي هو 300، وهضربه في الكل مض ويت على الاوريجينال مض ويت اللي انت حسبته، اللي هو ده. استنى ثواني، مش عارف هو موجود فين. هو ده، تمام بالظبط، على الاوريجينال مود ويت اللي هو ده، اللي هو ده اللي هو الانيشال مود ويت اللي انت كنت شغال بيه قبل ما تقفل البير. حلو. فتلاقي الاف سي بي خلاص بقى، يعني الحته دي زي الفل، هي السلو سيركليتنج ريد بريشر الانيشال اللي هو 300،
في الكيل مود ويت اللي هو مثلا هنفترض 11 ونص، والاوريجينال مود ويت مثلا كان 11. جرب كده هتلاقي ان الترم ده اكبر من الواحد، اكبر من الواحد حاجه بسيطه مثلا 1.2 1.15، فتضربه في ال 300 يديك رقم اكبر، وبالتالي يديك مثلا 300 وحته 323 كده. حلو. بعد كده بقى نعمل ايه؟ قول لي لو في حاجة مشكلة، قول لي قول لي ده ايه، قول لي لو في حاجة مش مضايقاك. فورم هبعت لك، بص بص هبعت لك الشيت شيت بتاع الاي دبليو سي اف، كاتب كل القوانين اللي انا بهري فيها دي اصلا، وانت عشان تمتحن اي دبليو سي اف كل القوانين دي مش بتحفظها، بس احنا بنقول لك القوانين دي جت منين عشان تبقى بس مقتنع من اللي انت بتحسبه. طيب كل ترم من دول بيبقى بيكتب لك جنبه، يعني مثلا ام دبليو مود ويت، اف سي بي فاينل سيركليتنج بريشر، اس سي ار بي سلو سيركليتنج ريت بريشر كده، يعني ما تشيلش هم الكلام ده، انت من كتر الحسابات او يعني انك تبراكتس كده هتلاقي نفسك كل ده بقى هبل، مش هتحتاج قوي يعني انا بتكلم فيه ده، بس هبعته لك. حاضر. طيب معايا لحد دلوقتي؟ حلو. الشات انكيسنج بريشر هيبدأ يقل طول امتى بقى؟ لما الكيل مض يبدأ يمشي في الانولس كده لحد ما يوصل لصفر، قتلت البير يا باشا. طيب عداد الدريل بايب هيبقى البريشر بتاعه كام؟ انت المفروض تقول لي، اوعى تزعلني تقول لي زيرو، هزعل. حلو. يبقى كام بقى؟ هيبقى مش رقم، هيبقى بقيمة كام؟ هيبقى بقيمة ايه بالظبط؟ ال اف سي بي مش هتتغير طول ما انا مشغل البامب. فبس بعد كده هعمل ايه؟ هطفي البامب. يعني عايز تطفيها مرة واحدة، تدفيها جرادولي مش مهم، لان انت كده قتلت البير. قفلنا البامب كده، كل سنة وانت طيب، خلصت. طيب تعال نراجع. خلاص بص انا كده يعني ايه بعمل معاك، انت لازم تشوف لي شغل بقى تمام. فانا يعني بعمل معاك فوق الصح حبيبي والله، ربنا يكرمك يا رب يوفقنا جميعا. طيب السكند سيركيليشن، ركز بس، السكند سيركيليشن يعني ايه؟ يعني انا مفيش غاز عندي، وبالتالي كده الشات ان دريل بايب بريشر كان بالقيمه دي، رفعت البامب وصل للاي سي بي، بعد كده هيدروب لحد الاف سي بي كده، الكيل مد وصل لحد الدقاق، بعد كده هتفضل مكمله اف سي بي اف سي بي، لان مفيش غاز هيخش في الدريل سترنج، منطقي. طيب عدد الكيسنج بعد كده طبعا لما بقفل البامب في الاخر، اخر خطوه بيدروب لزيرو، سيبك من دي. حلو. الشاتن كيسنج كان في البدايه القيمه زيه زي الشاتن دريل باي بريشر، وانا كنت خلي بالك بقى كنت بحاول احافظ عليه لحد ما الطفله توصل لحد الدقاق، فاكر؟ حلو. لان انا لازم احافظ على ايه؟ على جنب، على عمود من العمدان، سواء الانالس او الدريل سترينج معايا. فانا طول ما انا محافظ على ده انا ما عنديش مشكله، او ممكن ازود كام عليه؟ قول لي كده. 100 بي اس اي، ممكن ازود عليه 100 بي اس اي مثلا، يبقوا ترابد في البير مفيش اي مشاكل. حلو. بعد كده هيحصل ايه؟ هتلاقي ان عداد الكيسنج من الكيل مد، ركز، اف سي، بص بص، اول ما تلاقي كلمه اف سي بي دي تعرف على طول ان الكيل مد واصل لحد الدقاق، وبالتالي هو كده هيبدا يخش في الانولس، فتلاقي عداد الكيسنج بيبدا يقل، هيقل لحد الزيرو كده. خلصت خلاص كده، انت الدريلر ميثود زي الفل ان شاء الله، يعني اتمنى تكون وصلت يعني. بس حبيبي 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 حبيبي، اسمك ايه بقى؟ تمام يا باشمهندس وائل، تمام. هخلي باشمهندس صلاح يبعت على الجروب الميل بتاعي ولينكد ان بروفايل، لو على ما اظن كانت فيه باشمهندسه نانسي بعتت الكلام ده امبارح، مش عارف بقى الصراحه انت متابع ولا لا. فعاد لينكد ان، انا افيلابل لينكد ان وافيلابل برضو الميل بتاعي يعني عادي. اه في واتساب بس يعني يعني حاجه مش فورمال بس عادي، بس ده انا ممكن ابعته لك، يعني ممكن تتواصل مع حد من الاورجنايزر ويبعت لك الواتساب، يعني والله مش تناكه مني اقسم بالله، بس انا ما بفتحش الواتساب كتير، وانا مخليه للعائلات يعني مش مخليه للشغل. بس حلو جميل جدا. طيب
حبيبي 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 هندسة، انا مش عارف بقى، تلاقي نص الناس خرجت باين. لا لا ولا يهمك عادي، في حد بقى؟ حبيبي حبيبي ربنا يكرمك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انا مش عارف بقى انا هكمل من اول فين. كمل كله فرق ضغوط، ايه الفرق بين الديفرنشال ستيكنج والميكانيكال ستيكنج؟ ده بص يعني السؤال ده انت كده بتحرجني، انت محتاج تفتح اللي كده، انت ما فتحتش التشانل وما عملتش سبسكرايب بقى، انت كده محتاج تفتح التشانل وهتلاقي بلاي ليست لطيفة جدا عن الستاك بايب، شوف بقى الديفرنشال ستاك والميكانيكال ستاك وعيش عيش، ولو في اي مشكلة ابعت لي على الميل. مش هقدر اشرح الصراحة ستاك بايب دلوقتي، الواحد فرهد الصراحة. ممكن الغاز يكون في الكيسنج شو ايه يعمل لي كولابس؟ كولابس على ايه يعني؟ ايه في الكيسنج شو يعني؟ جوه الكيسنج؟ هو لو جوه الكيسنج، لو جوه الكيسنج المفروض كنت خايف على الدريل سترينج، او قصدي لو جوه الكيسنج انت كده خايف على الكيسنج ان يحصل لها بيرست تنفجر تفرقع، يبقى عليها بريشر من جوه لبره. طب ده هندسه بنعمل حسابه ازاي بقى؟ ده بنعمل حسابه في الويل ديزاين مش كويل كنترول. يعني ايه؟ يعني انا بختار كيسنج بتست عليها ان انا بيحصل لي اسوأ الظروف اللي ممكن تحصل في الكون، واشوف هل هتستحمل كولابس وبيرست ولا لا. لو استحملت يبقى انا كده سيف، يحصل بقى كيك، يحصل بلو اوت، الكيسنج هتلاقيها تنحى كده ما بتتكسرش، لا بتطبق ولا بت ولا لا بتطبق لجوه ولا بتنفجر يحصل لها بيرست. دي ويل ديزاين، دي ويل ديزاين بحت، كيسنج ديزاين. السؤال ده كيسنج ديزاين. رابط الحضور. طيب ده سؤال كومبليشن، واحد بيقول ايه؟ A completion is run open ended with the perforation open. What is the primary barrier؟ أثناء ال completion يعني. بص ده سؤال يعني يتعمق أكتر لل well completion، لكن أنت بتشيل المض وبتحط حاجة اسمها completion fluid، ما بتستخدمش drilling. خلاص بقى احنا خلصنا drilling، حفرنا وعملنا casing وظبطنا الدنيا، خلاص بقى عايز ابدا بقى اشيل المد ده وابدا اعمل بيرفوريشن وانتج بقى واظبط دنيتي وانزل بالبرودكشن تيوبنج واشوف حالي تمام، وبالتالي بشيل الدريلنج فلويد بحطه وبحط كومبليشن فلويد بس، يبقى كده الدنيا تمام يعني. بس حد عنده اسئله تانية؟ معلش يا شباب الساعه 11 هقفل بقى، يعني فاضل 8 دقايق لان احنا كده بقالنا 3 ساعات. باشمهندسين لا لا ولا يهمك هندسة، او انا كنت محتاج ريفيو بسيطة، انا واخد كورس دريلنج في الجامعة. هو سأل ايه؟ طب تهامي باشمهندس تهامي انت سألت في ايه؟ اوكي تمام، ده انت بتسأل على الستاك ماشي، هتلاقيه على التشانل جميل جدا، هتلاقي على البص يعني. والله انا بجد بحاول بقدر الامكان اجيب المختصر المفيد، مش بقعد الت واعجن يعني. فانت هتلاقي ان البلاي ليست على اليوتيوب يعني بشرح ديفرنشال ستاك كله في 10 دقايق، الهول باك اوف مثلا في 8 دقايق، فانت هتتفرج على الحاجات دي هتبسطك ان شاء الله يعني. بس حد عنده اسئلة تانية؟ حبيبي هندسة، حبيبي باشمهندس عبد الرحمن، حبيبي حبيبي يا باشمهندس تهامي، والله ربنا يوفقنا جميعا يا رب يا رب كده، وكلنا نشتغل في اماكن كويسه، ويعني محدش يشقى في مجال البترول لانه اللي بيتعب فيه بيجهد جامد يعني. ربنا يكرمنا جميعا يا رب العالمين. طيب باشمهندس صلاح كده خلاص الناس سجلت في الفورم، ممكن بقى اشوف لو عايز تقفل الفورم، عايز تقول اي تنبيه، تقول اي حاجه، عشان انا بالظبط يعني دقيقتين ولا حاجه وهقفل. يا رب ناخد اعفاء، انا والله عندي جيش، يا رب اخد اعفاء والله. يا رب يا رب. ان شاء الله. باشمهندس صلاح انا كده خلصت.
مبسوط بيكم يا باشمهندسين، والله مبسوط بجد ان انتوا يعني حضرتوا وكملتوا للاخر، اتمنى اكون فدتكم حتى ولو بمعلومات بسيطة، وان شاء الله ان شاء الله يعني بعدين ان شاء الله نخلص بس الجيش، واكيد هيبقى في سيشن تانية في توبكس تانية سواء دريلينج بقى وريزرفار برودكشن، يعني انا متجه في كذا حاجة، واتمنى اكون اسلوبي سلس وبسيط و يعني وببسط المعلومة على قد ما اقدر. ربنا يوفقكم جميعا ويوفقنا يا رب. السلام عليكم يا باشمهندسين.